انا واحد من الناس يا حضرات بنتمي لجيل ليه ذكريات عطره وحلوه جدا مع اغنيه يا صباح الخير يا اللي معانا اللي غنتها طبعا يعني كوكب الشرق ام كلثوم. ليها ذكريات جميله، كلنا كنا في المرحله دي في مراحل مبكره من الدراسه والزمن الحلو الاهدى والاروق، وكانت الواحد يعني اقصى طموحاته ان هو بس ايه يخلص المدرسه ويخلص الدروس الى اخره. كانت ايام جميله جدا. صباح العسل على كل حضراتكم واهلا بكم في كل مكان مشاهدينا مشاهدي قناه الاهلي. بدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي ان شاء الله. حلقه النهارده تنال رضا واستحسان حضراتكم. فقراتنا الحواريه هتكون كالتالي: الفقره الحواريه الاولى هينورنا من خلالها الاستاذ احمد رشاد وطبعا الناقد الرياضي، والاستاذه دينا نبيل الناقده الرياضيه، وهنتكلم معاهم عن حصاد الرياضات الاخرى، كل الانجازات اللي تم يعني تحقيقها في الرياضات المختلفه طوال العام اللي خلاص بيوشك على الانتهاء. نشوف بقى مع حضراتكم الخلاصه بتاعه 2022 على صعيد الرياضات المختلفه كانت عامله ازاي. وتاني واخر فقراتنا الحواريه هتكون معانا من خلالها دكتوره ايمان المراكبي، واكيد برضو هنتكلم معاها في موضوع يهم كتير جدا من حضراتكم. بس عايزين في البدايه نوقف كده عند شويه تفاصيل، اعتقد ان التفاصيل دي مهمه للكم الاكبر من مشاهدينا. البدايه هتكون مع حديث الساعة إنجاز التعبير لجماهير النادي الأهلي، وهي طبعا الدخول في مرحلة المنافسة بقوة على كل البطولات المحلية والقارية. خلينا كده بس نتكلم في البداية كلمتين بهدوء وشوية واقعية عشان يبقى الكلام موزون. الأول لا بد من الدعم والمساندة لفريقنا قبل أي شيء. إحنا عندنا الموسم الحالي أكتر من هدف عايزين نحققه. أول حاجة استعادة درع بطولة الدوري اللي غاب عن القلعة الحمراء آخر موسمين، وده طبعا أمر مؤسف جدا ومش معتاد إلا في حالات شديدة الندرة. آدي واحدة. التانية الفوز ببطولة الكاس، لأن إحنا بالفعل قطعنا شوط زي الفل لغاية دلوقتي، وصلنا فيه للمرحلة قبل النهائية وعندنا أكيد ماتش في منتهى الأهمية مع نادي سموحة. تالت حاجة ودي نقطة مهمة جدا، استعادة لقب الأميرة السمراء، دوري أبطال إفريقيا اللي حققنا فيه الرقم القياسي كأكتر فريق في القارة فوزا بهذا اللقب 10 مرات بفارق بعيد جدا عن أقرب منافسينا. ثم تحدي آخر وهو المنافسة على بطولة كأس العالم للأندية وحلم مواجهة العملاق المرينجي ريال مدريد، طبعا زي ما عملنا قبل كده ولعبنا مع البايرن في 2021 قدام ليفاندوفسكي ورفاقه، كانت طبعا مباراة عظيمة جدا. ولو تفتكروا حضراتكم اسم النادي الأهلي في ذلك الوقت كان منور في وسائل الإعلام الألمانية والعالمية بشكل عام. يعني اللي عايزين نقوله إن احنا عندنا تحديات مهمة جدا. طبعا عندنا تحديات مهمة جدا، عندنا بعض الديفوهات، عندنا بعض الديفوهات، لكن نرجع ونقول ده امر طبيعي. ليه؟ لان انت مش بتلعب في مسابقه واحده والسلام، ولا بتنافس نفسك والسلام، انت عندك كمان ضغط مباريات كبير جدا. احنا لما بنقول الكلمتين دول مش بنقولهم على سبيل ان هما شماعه او ان هي مبررات على فكره، لكن احنا كده بنحط الامور في نصابها الصحيح وفي نطاقها الطبيعي والمنطقي. احنا الموسم الحالي لو عملنا كشف حساب، يعني الموسم الحالي او العام الحالي بشكل عام، تعالوا كده نعمل كشف حساب، هنلاقي نفسنا عملنا ايه؟ هنلاقي نفسنا كسبنا بطولة السوبر المصري امام الزمالك، وحققنا لقب برونزية كأس العالم للأندية، ووصلنا لنهائي دوري ابطال افريقيا اللي طبعا خسرناه قدام الوداد المغربي في مباراة يعني السيناريو اللي حصل فيها محفوظ ومعروف للجميع، مفيش داعي اضيع وقت حضراتكم فينا، احنا هنتكلم فيه مرة تانية. ده حصاد في عرف جماهير الأندية التانية في أي مكان في العالم. بالمناسبة مش بتكلم حضراتكم على مصر بس، لا دي حاجة زي الفل، ده إنجاز لوز اللوز، ده بالنسبة للدنيا كلها. لكن بالنسبة لجماهير النادي الأهلي الوضع مختلف حبتين. بالنسبة لجماهير النادي الأهلي لو أنت خرجت من الموسم من غير ما تكون محقق لك بطولتين، يعني تكون من ضمنهم طبعا اللقب الإفريقي وكمان الدوري المصري، يبقى أنت كده ما عملتش أي إنجاز. تخيلوا حضراتكم، ما هو ده اللي بنرجع ونقول إن هو أكيد بيشكل ضغط ما على اللعيبة، لكن برضه في المقابل اللعيبة دول لابسين تيشيرت النادي الأهلي، عارفين كويس قوي هم بيلعبوا في أي نادي، وعارفين كويس جدا مين اللي بيتابعهم، الكم والكيف، كواليتي الجمهور، مش مجرد يعني عدد الجمهور، لو اتكلمنا على العدد بسم الله ما شاء الله، لكن كمان الكواليتي. فيعني دي كلها نقاط كان لازم نتكلم فيها يعني مع حضراتكم. وبناء عليه جماهير النادي الاهلي يعني اكيد قلقانه ان الفريق يخسر الموسم الحالي بطوله الدوري زي ما حصل الموسم اللي فات واللي قبله، لكن ان شاء الله هذا الامر لن يحدث باذن الله. اولا احنا لسه في الثلث الاول من مسابقه الدوري، لعبنا لغايه دلوقتي 9 مباريات، كسبنا 7 وتعادلنا في 2 وسجلنا 16 هدف واستقبلت شباكنا 4 اهداف فقط، وما زلنا بالتالي متصدرين حتى هذه اللحظه جدول الدوري. وفي بطولة دوري أبطال إفريقيا وصلنا لمرحلة دوري المجموعات، يعني
يعني بعد طبعا ما تخطينا عقبه الاتحاد المنستيري التونسي بالفوز ذهابا وايابا زي ما حضراتكم فاكرين، ومعانا في المجموعه انديه الهلال وسان داونز وكوتن سبور. يعني بالورقه والقلم الفريق تحت قياده المدير الفني مارسيل كولر ماشي بشكل كويس جدا حتى هذه اللحظه. يعني فقدان 4 نقاط في الدوري ما هياش نهايه المطاف ولا نهايه العالم، مش محتاج ان انت تفتح النار على لعيبتك، انت معاك افضل سكواد في افريقيا بالمعنى الحرفي مش افوره، والمرحله اللي جايه اعتقد ان اداره النادي الاهلي اكيد هتقعد مع المدير الفني عشان تشوف ايه احتياجات الفريق، طبعا الكلام ده هيحصل ان شاء الله في شهر يناير، ايه الصفقات اللي الفريق محتاجها؟ ايه التدعيمات الجديده اللي الفريق محتاجها؟ مين اللي متاح انه يخرج اعاره مثلا في شهر يناير؟ مش عيب ابدا لما ده يحصل، ان انت لما بتعمل اعارات في فترات الانتقالات انت في النهايه مشاركه اللعيبه في المباريات ده مكسب كبير جدا ليهم وليك بطبيعه الحال. فبالتالي اتمنى من الجميع انه يعني يترفع انجاز التعبير عن متابعه الاخبار او التقارير اللي الحقيقه لو غربلناها هنلاقي ان على الاقل بالميت 80 90% منها مجرد اجتهادات مش اكتر، بل وفتاوى في بعض الاحيان، وتحسوا كده ان في تربص يعني معظمها موجه ضد النادي الاهلي وضد لعيبه النادي الاهلي وجهازه الفني ويعني الاداره. يعني شيء عجيب جدا، مش تعادل فيوتشر اللي عامل موسم عظيم بالمناسبه، ولا التعادل مع سموحه اللي بيلعب بطريقه دفاعيه بحته هيكون سبب ان احنا نشوف ونسمع اخبار يعني اغلبها في شنك في فشنك، ولا حضراتكم شايفين الموضوع ازاي؟ مش عارف. احنا تاني هنرجع ونقول عندنا افضل مجموعه في الدوري وعندنا جهاز فني محترم بيتعامل بطريقه احترافيه، فخلونا ناخد الامور خطوه خطوه، وهيكون لينا اكيد مع حضراتكم متابعه دوريه اولا باول للمرحله اللي جايه ان شاء الله، واللي اكيد بنتمنى من خلالها التوفيق لفريقنا. طبعا بينتظر عشاق كره القدم العربيه بفارغ الصبر مباريات بطوله كاس الخليج تحت عنوان خليجي 25 لكره القدم اللي هتقام ان شاء الله خلال الفتره من 6 الى 19 يناير المقبل بمشاركه 8 منتخبات هتكون متقسمه على مجموعتين بواقع 4 منتخبات في كل مجموعه. المجموعه الاولى بتضم العراق والسعوديه وعمان واليمن، والمجموعه الثانيه هتضم البحرين والكويت وقطر والامارات. وبمناسبه الحدث ده قرر حارس مرمى منتخب الكويت السابق، وده حدث برضو ايه ملفت شوية للأنظار يا حضرات، قرر عبد الرضا عباس انه يسافر من دولة الكويت متوجها الى البصرة مشيا على الأقدام دعما لبطولة خليجي 25. قال ايه بقى؟ قال انه يعني قطع على نفسه وعد من سنة 2012 تمام انه في حال اذا تمت إقامة بطولة كأس الخليج في البصرة سوف يأتي اليها سيرا على الأقدام، وقال انه حان وعد موعد الوفاء بهذا الوعد. طبعا يعني مفترض انه هيتحرك من الكويت يوم 3 يناير ان شاء الله ويتوجه الى المنفذ الحدودي ويدخل العراق سيرا على الأقدام، وقال كمان انه بيسعى من خلال هذا العمل انه يوصل رسالة رياضية الى العالم كله مش مجرد الى منطقة الخليج، للعالم كله، يجسد فيها حب العراق و الشعب العراقي الكريم اللي بيعشق الرياضة ويعني وبيتنفس كرة قدم، ونستذكر سويا تاريخ هذا البلد وحضارته ونبلاءه وفرسانه، وأنه قادر على أنه يعني يقوم بلم الشمل مرة أخرى واحتضان الأشقاء من خلال إقامة البطولات والمحافل الدولية الكبرى. وقال كمان أنه بطولة خليجي 25 هي في حد ذاتها دليل على أن العراق آمن والبصرة آمنة، وسوف تكون هذه النسخة مميزة ويتواجد الجميع فيها، وتتضافر الجهود اللي تمكنت من حسن الإعداد لهذا الحدث الكبير في وقت يكاد يكون قياسي. طيب نروح بقى مع حضراتكم لموضوع تاني بعد طبعا إنجازات المغرب في كأس العالم، والحقيقة الإنجاز اللي اتحقق مش هين بأي حال من الأحوال. المهم اللي حصل إن وزارة الشباب والثقافة والتواصل في المغرب أعلنت عن إطلاق متحف رقمي عبارة عن موقع إلكتروني هيضم جميع صور وفيديوهات إنجاز المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022. المتحف هيتضمن جميع الصور الرسمية والفيديوهات وكمان صور ومقاطع فيديو لمشجعين مغاربة وثقوا لحظات الفرح خلال نهائيات كأس العالم، وكمان هيضم المتحف صور وفيديوهات الاستقبال الشعبي الرسمي لعناصر النخبة الوطنية بمدينة الرباط اللي أقيم طبعا بتعليمات ملكية. قالت الوزارة إن المتحف ده هيبقى مفتوح أمام الجميع لإضافة صور وفيديوهات تخلد هذا الإنجاز الوطني التاريخي حتى تبقى هذه اللحظات موثقة ورهن إشارة الجميع. الحقيقة الإنجاز اللي عملوه إخواتنا في المغرب إنجاز يعني يستحقوا بناء عليه كل التقدير وكل الإشادة في كأس العالم.
العالم. وطبعا برضو بمناسبة كلامنا عن كاس العالم، أكيد بيكون لكاس العالم تأثير كبير على العروض اللي بتيجي للعيبة اللي بيتألقوا واللي بينوروا مع منتخبات بلادهم. صحيفة المنتخب المغربية قالت إن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قدم عرض، أو يعني عرضه الأول، ما أنتوا عارفين العروض بتروح وتيجي، وساعات بيبقى في عرض تاني وتالت في بعض الأحيان على حسب مدى إصرار النادي على ضم لاعب بعينه. فالعرض الأول وصل لمحاولة ضم نجم خط وسط أسود الأطلس سفيان برابط من نادي فيرونتينا الإيطالي، ويقدم عرض قيمته 25 مليون يورو لضم مرابط اللي الحقيقة تألق بشكل لافت للأنظار مع المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم الماضية. بالمناسبة هو عنده 26 سنة، وحسب التحديث الأخير لموقع ترانسفير ماركت القيمة السوقية للنجم المغربي وصلت بعد ما تألق في كأس العالم ل 25 مليون يورو، بعد ما كانت في حدود 10 مليون يورو في نوفمبر الماضي. فبصوا حضراتكم، كاس العالم بيبقى فرصه عظيمه الى اي درجه لاي لاعب انه ينزل ياكل النجيل بالمعنى الحرفي للكلمه، ويعمل اقصى ما يمكن عمله، مش بس حبا في بلاده وفي منتخب بلده، كمان حبا لنفسه، لانه عارف كويس جدا ان انظار العالم كله بتتجه الى كاس العالم. اي حد بينور بينور عالميا، اللي ما كانش محسوس بوجوده قوي قبل كده ويعمل شغل ممتاز في كاس العالم، العالم كله بيتكلم عنه. ومش بس كده، يعني اكبر انديه العالم بتحاول ان هي تضم هذا اللاعب، زي ما احنا كنا بنتكلم على اخونا المغربي. تعالوا بقى نروح لجورجينا رودريجيس، اللي بمناسبه احتفالات عيد الميلاد قدمت هديه ثمينه جدا لشريكها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عباره عن سياره فارهه. نشر رونالدو على صفحته على الانستجرام صوره للهديه، وبالمناسبه هي عباره عن سياره رولز رويس، وكتب على الصوره عباره شكر لجورجينا. طبعا سعر هذه السياره بيزيد عن ربع مليون جنيه استرليني، واتمنى ان الهديه دي تعمل شغل مع كريستيانو، لان هو بيمر في الوقت الحالي الحقيقه باصعب فتره في مسيرته، لانه مبدئيا كده لم يرتبط باي فريق منذ ان فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد من شهر تقريبا. كمان زي ما حضراتكم تابعتوا خروجه وتوديعه بالدموع مع رفقائه في منتخب البرتغال لنهائيات كاس العالم الاخيره في قطر من الدور ربع النهائي، ويعني شهدت كمان البطوله جلوس الدون على مقاعد البدلاء يعني في مباراتي الدور ثمن النهائي وايضا ربع النهائي، ودي كانت برضو من الامور اللافته للانظار والمؤسفه. احنا بنتكلم على ظاهره كرويه بكل ما تحمله الكلمه من معنى. اتمنى ان العربيه الرولز رويس تعمل شغل كويس، ويعني يفك شويه كريستيانو رونالدو، حتى عشان نعرف هو اللي جاي بالنسبه له هيكون عامل ازاي. هيروح الدوري الامريكي، هيروح الدوري السعودي، هيحصل ايه تاني؟ وهنرجع نقول الميركاتو الشتوي خلاص بتفصل عنه ايام قليله جدا، وتتضح الصوره باذن الله. لسه عندنا كلام كتير هنتكلم فيه مع حضراتكم، بس خلونا الاول نطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام. اتفضلوا. طب احنا باللقطات الجويه دي بنحوم حوالين النادي الاهلي، لكن حالا خلال ثواني هندخل تحديدا مقر النادي الاهلي بالجزيره، ولان طبعا زميلتنا العزيزه سارة حامد موجوده هناك وجاهزه تماما عشان تعرفنا اخر الاخبار والمستجدات. يا صباح الخيرات عليك يا سارة، اهلا بيكي، اتفضلي. صباح الخير يا كريم، وطبعا بصبح على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، وزي ما انت قلت يا كريم، يعني حاليا كلنا متواجدين داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان ننقل لكم كل الامور والاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. وخلينا نبتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره القدم تحت قياده مستر مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الاهلي، الفريق الاول طبعا لكره القدم. للنهارده ان شاء الله يعني هيواصل تدريباته بشكل طبيعي على ملعب مختار التتش الساعة 4 العصر، وبعد كده الفريق يعني يا كريم بالكامل والجهاز الفني هيدخل في معسكر مغلق استعدادا لمباراه غد ان شاء الله، واللي هتكون امام نادي سيراميكا كيلوباترا، وهتكون الجوله العاشره من بطوله الدوري الممتاز لكره القدم، واللي هتقام ان شاء الله في تمام الساعه 7 مساء على ملعب استاد القاهره. ودي ان شاء الله هتكون يعني مباراه غد زي ما قلت هتكون الساعه 7 على استاد القاهره. كده بالنسبه للفريق الاول لكره القدم. خليني بقى اروح لجميع الالعاب الاخرى. والفريق الاول لكره السله رجال تحت قياده المدير الفني الاسباني مستر اجاستي بوش. مستر اجاستي بوش طبعا بعد يعني احداث مباراه السوبر ما بين النادي الاهلي والاتحاد السكندري قرر انه فريق يرجع تاني
ويواصل التدريبات بشكل طبيعي على صالة النادي الأهلي، صالة أمير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، عشان بعد كده يعني هتبتدي المباريات إن شاء الله في بطولة دوري السوبر يوم الجمعة، وهتكون الدور الأول من بطولة دوري السوبر، وإن شاء الله هتكون المرحلة دي أو الدور الأول هتكون مرحلة ترتيب الفرق من الفريق الأول أو الفريق يعني رقم واحد لفريق رقم 8، ترتيب الفرق يعني مين الفرق اللي هتاخد الترتيب سواء الأول الثاني الثالث حتى الرقم يعني 8، يمكن ده بالنسبه لي يعني جميع الفرق ان شاء الله. يعني اول مباراه بالنسبه للنادي الاهلي هتكون مع نادي طلائع الجيش يوم الجمعه. كمان خليني اقول لكم ان امبارح يعني الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي يمكن صرح امبارح وقال انه يعني كل الاخبار حول يعني اعاده مباراه الاهلي والاتحاد السكندري مباراه السوبر، يعني قال يمكن انه ما فيش اي كلام او اي حاجه هتتقال يعني عن اعاده مباراه السوبر في الوقت الحالي غير لما نطمن يعني على مشجع الاتحاد السكندري يعني الوحيد يعني اللي حاليا متواجد في العنايه المركزه اسلام، يمكن قال يعني بعد ما نطمن يعني على صحه اسلام ويقوم بالسلامه ان شاء الله يعني ويرجع للاسكندريه، يعني ان شاء الله بعد ما يقوم بالسلامه هيتكلم او هيتقال يعني هل المباراه ان شاء الله هتتعاد ولا هيتم استكمال المباراه مباراه الاهلي والاتحاد السكندري، ودي هتكون يعني مباراه طبعا السوبر المصري. كمان يعني خليني اقول لكم ان مستر اجاستي ابوش وافق النهارده على انه او سمح لثنائي النادي الاهلي مؤمن طارق خيري وعبد الله ناصر الشهير ببيدو ان هم النهارده يعني هيغيبوا عن تدريب النادي الاهلي وهيشاركوا مع فريق اللي تحت 20 سنه فريق 18 سنه لكره السله في بطوله الفاينل النهارده منطقه القاهره امام نادي الشمس، واللي هتقام النهارده ان شاء الله في تمام الساعه 6 مساء على صاله او ملعب صاله نادي حلوان. ده بالنسبه لرجال كره السله. كمان سيدات كره السله بعد يعني حصولهم على كاس السوبر المصري بعد ما فازوا على نادي سبورتنج النهارده ان شاء الله هيرجعوا يواصلوا التدريبات بشكل طبيعي في داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره على صاله الشهداء، عشان ان شاء الله برضو اول مباراه ليهم في يعني مشوارهم في ثالث او رابع بطوله الموسم ده هتكون مع نادي الطيران يوم الجمعه ان شاء الله، ودي برضو هتكون اول مباراه في الدور الاول في مرحله ترتيب الفرق من الاول للثامن. كمان خليني اتكلم شويه عن قطاع كره الطايره في النادي الاهلي، ويمكن امبارح يعني سيدات او فتيات الذهب في كره الطايره امبارح فازوا وتغلبوا على نادي وادي دجله في او ضمن منافسات بطوله الدوري الممتازه لكره الطايره، فازوا على نادي وادي دجله بثلاث اشواط مقابل شوط. يمكن في اول شوط يعني شهد تاخر سيدات كره الطايره بنتيجه 25-17، وبعد كده يمكن يعني في البريك او في الوقت يعني اللي ما بين الشوط الاول والشوط الثاني اجتمع الكابتن حمدي صافي المدير الفني مع لاعبات النادي الاهلي وكلمهم يعني على ضروره انه يعني طبعا يرجعوا بقوه ويتقدموا في الشوط الثاني، وبالفعل يعني شهد الشوط الثاني تقدم سيدات كره الطايره ويمكن فازوا في الشوط الثاني والثالث والرابع وانتهت المباراه بثلاث اشواط مقابل شوط لصالح سيدات او فتيات الذهب. ممكن خليني اقول لكم انه فريقنا يعني الفريق الاول للكره الطايره متصدر في جدول الترتيب يعني لبطوله الدوري برصيد 39 نقطه من اصل 13 مباراه في بطوله الدوري، والنهارده ان شاء الله يعني فتيات الذهب هيكونوا في راحه سلبيه من التدريبات يا كريم، وبكره ان شاء الله هيرجعوا للتدريبات الجماعيه عشان عندهم يوم الجمعه القادمه ان شاء الله في بطوله الدوري. المباراه اللي جايه هتكون مع نادي هليوبلس وهتقام هنا ان شاء الله على صاله الشهداء داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. كمان رجال الكره الطايره النهارده الماسترز عندهم تاني مباراة في الدور الأول من بطولة الدوري الممتازة لكرة الطايرة وهتكون مع نادي سموحة الساعة 2 وهتقام على صالة إسترن كومباني، ودي هتكون تاني مباراة وتالت مباراة إن شاء الله يوم السبت المقبل هتكون مع نادي الزمالك وهتقام على صالة الزمالك في 100 عقبة وهتكون في تمام الساعة 8 مساء. استكمالا لجميع اخبارنا النهارده كمان خليني اقول لكم انه امبارح سيدات كره اليد تحت قياده الكابتن محمد عادل زولا امبارح فازوا على نادي الشمس بنتيجه 34-26، ودي كانت مباراه الدور الثمانيه من بطوله كاس مصر. كده بشكل رسمي يا كريم يعني سيدات كره اليد تاهلوا للسيمي فاينل او دور النصف النهائي من بطوله كاس مصر وهيقابلوا ان شاء الله او هيواجهوا نادي سبورتنج، ولكن لسه لم يتم تحديد يعني موعد المباراه من قبل الاتحاد المصري لكره اليد، ولكن المقرر ان شاء الله ان المباراه يعني تقام في شهر مارس القادم. النهارده هيكونوا في راحه سلبيه ايضا من التدريبات وبكره هيرجعوا للتدريبات الجماعيه او يعني ان شاء الله يعني عشان الفتره القادمه
عندهم مباراة نادي هليوبلس، ودي هتكون في بطولة منطقة القاهرة، وهتقام في تمام الساعة 8 مساء على صالة النادي الأهلي، وهي صالة الأمير عبد الله فيصل داخل مقر النادي الأهلي. كمان الاتحاد المصري يعني لكرة اليد يعني امبارح صرح يا كريم وقال انه ان شاء الله يعني مع بداية السنة الجديدة هيتم يعني تحديد امتى ان شاء الله يعني النادي الأهلي هيلاعب نادي الزمالك في المرحلة النهائية من بطولة الدوري، ويمكن يعني حددوا ان شاء الله هيكون يعني خامس الجولات من المرحله النهائيه، وهتكون مباراه الذهاب يوم 23/2 ومباراه الاياب هتكون يوم 24 من شهر مارس شهر 3 القادم. ده بالنسبه ل يعني مواجهات النادي الاهلي ونادي الزمالك في بطوله الدوري. كمان خليني اقول لكم انه امبارح يعني رجال تنس الطاوله وطبعا مشاركتهم يعني النادي الاهلي مشاركته في البطوله العربيه للتنس الطاوله، امبارح فازوا رجال يعني تنس الطاوله على نادي خان يونس الفلسطيني بنتيجه 3 أشواط مقابل لا شيء. ويمكن يعني البطوله العربيه دي اللي بتقام يا كريم في مصر طبعا على ملعب استاد القاهره بمشاركه 25 نادي في منافسات الرجال و15 نادي في منافسات السيدات. يمكن امبارح يعني فازوا رجال تنس الطاوله رجال النادي الاهلي ويمكن بمشاركه 3 لعيبه هم محمد البيلي، محمد شومان، ويوسف عبد العزيز. ده بالنسبه لرجال تنس الطاوله، والنهارده ان شاء الله عندهم مباراه ثانيه ولكن هتكون مع نادي كويتي، هو نادي فححيل الكويتي، النهارده ان شاء الله برضو على صاله او على ملعب استاد القاهره. كمان سيدات تنس الطاوله امبارح فازوا على نادي اهلي سيدا ب3 أشواط مقابل لا شيء وبمشاركه هنا جوده، نادين دلوتلي، والاء يحيى. والنهارده ان شاء الله عندهم مباراه ثانيه وعلى نفس الصاله، صاله ملعب استاد القاهره، ولكن هتكون مع نادي الاعمال الحره، وده هيكون ضمن منافسات بطوله العربيه لتنس الطاوله المقامه في مصر على استاد، وجميع المباريات هتكون على استاد ملعب استاد القاهره ان شاء الله طبعا في مدينه النصر. كان دي كريم كانت كل اخبارنا النهارده المتعلقه بنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. عفوا، يمكن طبعا انا معاك يا كريم لو في اي سؤال، والان عوده مره اخرى للاستوديو طبعا الكلمه ليك يا كريم، تفضل. كلها أخبار جميلة الحقيقة، وبنشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزة سالة حامد على هذه التغطية المتميزة. طيب، دي كانت أخبار النادي الأهلي. تعالوا بقى حضرات نروح وعبر سكايب إلى الأستاذ عبد القادر سعيد الناقد الرياضي اللي هنتابع معاه أهم الأخبار الرياضية في كافة الصحف والمواقع المختلفة. يا صباح الخيرات على حضرتك وأهلا بيك معانا. أهلا بيك يا أستاذ كريم، وأهلا بكل السادة المشاهدين وبكل جمهور النادي الأهلي. أخبارك إيه؟ كله تمام؟ كله تمام. جميل، يا رب دايما في احسن حال. طيب، انا عايز ابتدي مع حضرتك لو تسمح لنا بالمنشط الرئيسي في اليوم السابع، بيقول انتر ميلان ينافس نابولي على التعاقد مع المغربي عز الدين اوناحي. بدايه كده كان متوقع جدا ان نسمع بقى ان في انديه عالميه كبيره هتبتدي تحط عينها على كتير من لعيبه او من قوام المنتخب المغربي، فانت شايف يعني ازاي، يعني شايف ايه مدى امكانيه انتقال اوناحي اما لميلان او لنابولي بشكل عام، وانعكاس هذا الامر عليه هيكون عامل ازاي؟ هو طبعا اوناحي واحد من نجوم البطوله، مش من نجوم المغرب بس، بشكل عام بطوله كاس العالم طبعا 2022 اللي فازت بيها الارجنتين، قدم الحقيقه اداء رائع جدا. يمكن التصريح اللي كلنا بنفتكره تصريح لويس انريكي المدير الفني لمنتخب اسبانيا، ان هو قال مين ده، يعني قال الراجل رقم 8 ده استغرب الاداء اللي قدمه امام منتخب اسبانيا وفي البطوله كلها بشكل عام. وانريكي طبعا واحد من نجوم برشلونه سواء كلاعب او كمدرب، وده لفت الانظار كمان لعز الدين اوناحي في برشلونه، لان انا كتير جدا عن اهتمام نادي برشلونه كمان بالتعاقد مع عز الدين اوناحي، لكن الدوري الايطالي قد يكون برضو بواب اسهل وطريق اسرع لعز الدين اوناحي عشان ياخد خطوه اكبر في مسيرته، لان هو دلوقتي طبعا بيلعب في نادي انجيه الفرنسي، عنده فرصه كبيره ان هو ياخد خطوه مهمه. حتى هو لاعب عنده عروض كتير جدا، يعني كل يوم تقريبا من بعد كاس العالم او حتى اثناء كاس العالم بيوصل عروض او بيوصل يعني محادثات او مفاوضات او اسئله عن كانية بيع اللاعب. طبعا نادي انجي بيقول ان هو من 20 ل 25 مليون يورو، ده رقم مش كبير دلوقتي بالنسبه للاعب ممكن يكون كلاس اي، هو يعني هو دلوقتي هو لاعب واعد بروميسنج، لكن هو ما يصنفش حاليا ان هو ضمن مثلا نجوم الوسط العالميين زي كيف روين زي اي حد بيلعب في مركز 8 في الوقت الحالي، لكن هو واعد ممكن في المستقبل يبقى زيهم، فنتمنى ان هو ياخد خطوه ذكيه. هو الراجل قال يعني هو المهم عنده المشروع، مش مهم الدوري ايه ومش مهم النادي ايه، المهم النادي يكون عنده مشروع عشان يكبر معاه في الفتره اللي جايه، لكن هو الحقيقه لاعب مميز جدا ونتمنى نستمتع بيه زي كل لاعبتنا العرب طبعا على راسهم محمد صلاح. اكيد.
طيب اروح بقى معاك لموقع كوره، والعنوان فيه بيقول مارتينيز يخلد ذكرى تصديه التاريخي بوشم كاس العالم، والتفاصيل بتقول ان طبعا ايميليانو مارتينيز حارس مرمى الارجنتين عمل او رسم وشم لكاس العالم على عضله ساقه اليسرى تخليدا طبعا لتصديه التاريخي في الوقت القاتل من المباراه النهائيه لمونديال قطر امام فرنسا. وسؤالي لحضرتك، طبعا اكيد مش هنختلف على تالق مارتينيز في النسخه الاخيره من كاس العالم بدليل ان هو حصل بالفعل على جائزه افضل حارس في المونديال، لكن شفناه امبارح في ماتش ليفربول مش في مستواه قوي، يعني انت شخصيا كيف رايت مباراه الامس بين ليفربول واستون فيلا؟ هو طبعا يعني ايميليانو اثار الجدل بشده في الفتره الاخيره جدا جدا اثناء البطوله، يعني حتى انا من الناس اللي كنت بشجع الارجنتين اثناء الماتشات انا كنت بتضايق منه من اللي بيعمله، يعني حتى مستفز جدا احتفالاته بعد التصدي لركلات الترجيح يعني ده مش وقته، يعني انت الماتش شغال ونهائي كاس عالم والدنيا كلها على اعصابها وده عمال يرقص بعد ما صد ركله ترجيح ولسه الامور ما حسمتش. يعني بعد كده طبعا اللقطه اللي عملها مع مبابي وخلى الاتحاد الفرنسي يقدم شكوى رسميه للاتحاد الارجنتيني وكل نجوم العالم دلوقتي بينتقدوا تصرفات ايميليانو منهم اخرهم فابيو كابيلو ان هو قال ده مجنون، يعني قال ده حد مش طبيعي. فيعني هو معروف دايما ان حراس المرمى بيبقى عندهم يعني حته كده جنان، يعني لا بس هو في حته لوحده للامانه، يعني حتى وقت او لحظه احتفاله بالقفاز الذهبي يعني كل حاجه عملها كانت اغرب من بعض الحقيقه. لا هو فعلا مجنون يعني مش طبيعي، لكن هو طبعا حارس كبير وهو الوشم اللي عمله ده يعني هو اختار كمان الحته اللي تصدى بيها للكوره وهو شايف ان ده اللي جاب كاس العالم، واكيد كلنا شايفين كده كمان لان الكوره دي لو جت خلاص الدقيقه 122 مبروك فرنسا 4-3 خدوا كاس العالم، لكن هو طبعا تصدى للكوره والحقيقه تصدى ليها بشكل رائع جدا وفارد جسم كويس وفارد رجله كويس وقدر يتصدى للكوره، فهو يعني خلد بقى الذكرى دي وحط الكاس العالم وشم كاس العالم على نفس العضله اللي تصدت للكوره اللي ضيعت كاس العالم على فرنسا وحاولته الارجنتين. لكن هو طبعا يظل حارس كبير، لكن يعيبه بقى ان هو ممكن الحاجات اللي بيعملها دي تخرجه شويه من التركيز تخلي الناس تركز معاه اكتر ان هم يعني يحاولوا ان هم يعني مبابي مثلا لو لعب في اي وقت ضد ايميليانو اكيد هيبقى همه الاول ان هو يسجل فيه، مش لازم فريقه يكسب بس هو يبقى عايز يسجل فيه اكتر من هدف يرد لعيبه كتير او مدربين كتير ممكن يركزوا معاه بشكل كده، فده طبعا. طبعا ممكن ياثر عليه بشكل سلبي. طيب اروح بقى معاك للشرق الاوسط، وعنوانها الرئيسي بيقول الارسنال ينتفض بهزيمه ويست هام ويعزز صدارته. وسؤالي لحضرتك، انت اكيد ملاحظ ان الارسنال عام عنده صحوه ملحوظه في الموسم ده، شايفها ممكن توصل بيه لفين؟ للاسف ارسنال يعني جمهور ارسنال ممكن يتضايق من كلمه للاسف دي، ولكن هو للاسف لان انا بشجع مانشستر سيتي، لكن هو واضح ان هو مش هيفرط في بطوله الدوري السنه انا دي، واضح ان هو تخيلتك ليفربولي النزعه. لا انا اوكي مانشستر سيتي، طب انا هقول لمحمد صلاح واستاذ عبد القادر، لا ما انا بشجع محمد اقول له صلاح اتمنى يكسب الهداف اتفضل يا فندم. وكمان ليفربول السنه دي للاسف بعيد قوي عن للاسف فعلا صحيح، فرق 15 نقطة أرسنال أو أرسنال تساوي مع بعض في المباريات، فرق 15 نقطة عن المتصدر فبعيد قوي، لكن أرسنال السنة دي واضح إن هو مش مفاجأة هيعمل أول كام جولة بعد كده يرجع تاني زي ما شفنا في كل المواسم اللي فاتت، ممكن تلاقي فريق إيفرتون مرة برايتون مرة تلاقيه في التوب فور تلاقيه متصدر كام جولة، لكن لا أرسنال مش كده، واضح إن مايكل أرتيتا لقى المفتاح أخيرا قدر يكون الفرقة اللي ممكن ترجع بطولة الدوري الإنجليزي لنادي أرسنال اللي هو من عظماء الدوري طبعا الإنجليزي معاه طبعا 13 طبعا بطولة دوري ألف ليفربول ومانشستر يونايتد أو مانشستر يونايتد وليفربول 2019 هو 13 بطولة، لا السنة دي مش هتبقى سهلة أبدا أبدا على مانشستر سيتي أو أي فريق تاني هيحاول ياخد الصدارة من نادي أرسنال، وإن كان ناس كتير تقول لك ما تحطش في اختبارات، لا هو اتحط في اختبارات كسب مانشستر يونايتد خسر من مانشستر يونايتد لكن كسب ليفربول لسه هيلاعب مانشستر سيتي عنده ماتش مؤجل عنده ماتشين مع مانشستر سيتي الفرق ما بينهم 5 نقاط لو السيتي قدر يكسب الجولة دي زي ما أرسنال كسب الجولة دي، لكن لا أرسنال يستحق التحيه ويستحق كمان ميكل ارتيتا ان احنا نحطه ضمن النجوم الكبار دلوقتي في عالم التدريب، وواضح ان احنا نشوف مدرب كبير كمان في السنين اللي جايه لان تاثيره واضح على الفريق، انت لو بصيت لارسنال مش هتلاقي نجم كبير زي ما انت ممكن تلاقي في السيتي زي ما انت ممكن تلاقي في ليفربول زي ما كان عندنا في مانشستر يونايتد، لا مش هتلاقي نجم كبير هتلاقي كلهم مارتينيلي ساكا هتلاقي لاعبين صغيرين في السن شويه لاعبين صغيرين في النجوميه كمان يعني لا يصنفوا كلاس ايه حتى قبل بدايه البطوله دلوقتي طبعا هم من اهم نجوم العالم في الوقت الحالي، لكن كل ده شغل مدرب وشغل مدرب الحقيقه رائع جدا، وارتيتا يعني
لو فضل ماشي بالشكل ده هنشوف نسخة زي جوارديولا، زي مورينيو، وممكن مع الوقت زي فينجر نفسه، أسطورة نادي أرسنال. جميل. طيب موقع يلا كورة العنوان فيه بيقول إندهوفن يعلن انتقال كودي جاكبو لليفربول، وشايف يعني الانتقال ده لو حصل فعلا يعني ايه مدى الاستفادة اللي هتستفيد بيها ليفربول؟ طبعا جاكبو كلنا شفناه في بطولة كأس العالم مع المنتخب الهولندي، الحقيقة أداء رائع جدا، سجل 3 أهداف، لاعب كلنا لفت أنظارنا لأنه لاعب كانش برضه نجم كبير، مش معروف بيلعب في ايندهوفن. مين فينا بيشوف ماتشات ايندهوفن؟ يعني 1% ممكن من الناس اللي بتتفرج يكون بيشوف ايندهوفن أو بيكون بيتابع الدوري الهولندي، لكن احنا شفناه في كأس العالم زي ما أنت كنت أشرت حتى في المقدمة، إن أي لاعب يتألق في كأس العالم بينور العالم كله، طبعا بينور عليه. ده صحيح. اللي حصل، راح ليفربول كان عنده مشكله في الحته الهجوميه، لان هو بعد رحيل ساديو ماني وتغيير الطريقه شويه، ان هو بيلعب بمهاجم تارجت زي داروين نو، فحصل ما فيش كيمياء شويه، يعني شفنا حتى امبارح ابتدى يخش تاني في مركزه المهاجم اثناء اللعب، والهدف اللي سجله كان صلاح في المكان اللي هو بيحبه، المكان اللي هو بيسجل فيه اهداف. فيمكن جاكبو يساعد كمان محمد صلاح، على من وجهه نظرنا احنا كمصريين، ان الصفقه دي تبقى مفيده، ان محمد صلاح او جاكبو يقدر يعمل الدور اللي كان بيعمله روبرتو فيرمينو مع محمد صلاح، ان هو يلعب كمهاجم متاخر، او حتى لما بيلعب كجناح ايسر كمان بيقدر يقوم بنفس الدور اللي بيقوم بيه ساديو ماني، فليفربول يرجع للطريقه اللي كان بيلعب بيها المواسم اللي فاتت كلها، واللي شهدت تالق الفريق بشكل عام، وتحديدا كمان محمد صلاح بشكل خاص. فهو واضح انها صفقه مميزه جدا، ليفربول كسب الصفقه دي الحقيقه، لسه ما قالوش بكام مليون، لكن ايا كان الرقم فهي صفقه مكسب كبير جدا، على عكس صفقه نونز اللي انا شايفه ان هو مهاجم رائع جدا ومهاجم كبير، لكن لا يتناسب خالص مع طريقه لعب ليفربول. ليفربول ما بيلعبش بمهاجم التارجت رقم 9 الصريح، نفس الكلام كان في السيتي، لكن هو عنده هالاند، يعني لما يبقى عندك هالاند ممكن تغير الطريقه عشانه، لكن نونيز واضح ان يعني الصفقه لم تؤتي ثمرها حتى الان. طيب خليني اختم مع حضرتك برايك. كنت بقول انا في اللينك اللي فات من حلقتنا النهارده خبر متعلق بجورجينا رودريجيس اللي اهدت كريستيانو رونالدو سياره فارهه رولز رويس، عقبال امالتك كده وعقبال عندنا جميعا. جميلة فعلا. وشايف ان هي ممكن طبعا يعني واكيد بطبيعه الحال يعني كريستيانو رونالدو يملك اسطول من السيارات الفارهه والطائرات الخاصه الى اخره، يعني الواحد فينا لو المدام اهدته سياره رولز رويس هنفترض جدلا هذا الامر، اكيد الواحد مننا هيفرح فرحه الهبل، لكن في حاله كريستيانو رونالدو شايف هديه زي كده ممكن شويه تطيب الجراح وتبلسم له الجراح بعد التعثر اللي هو يعني حاصل له في الفتره الاخيره؟ يعني هو الناس كلها قالت فعلا زي ما حضرتك قلت كده، هو رونالدو مش ناقص عربيات، يعني هو رونالدو، انا طبعا من فتره بعمل احصاء كده او فيديو يعني عن السيارات بتاعته، فكان عنده عربيه ب 10 مليون يورو، عربيه بوجاتي تشيرون تقريبا يا سيدي مليون يورو، فيعني رولز رويس دي بالنسبه للعربيات اللي عنده، او بالنسبه للعربيه واحده من اللي عنده، هي حاجه كده يعني ممكن يروح يتسوق بيها، يروح ايوه اللي بعده الظهريات. بالظبط. وجورجينا يقدروا من فلوسه كمان في الاخر، فيعني هي طبعا معنويا كويس، انها قبل كده كمان جابت له عربيه لما كان في ايطاليا، جابت له عربيه كمان مرسيدس 4 باي 4، عربيه مرسيدس يعني كروس اوفر، يا وكان فرحان. وعدي فهو يعني مش عارف هيودي العربيات دي كلها فين، اهي دي لكن الجوازات يا استاذ. هو من فلوسه، من فلوسه يعني. طيب احنا بنشكر حضرتك على وجودك معانا النهارده جزيل الشكر استاذ عبد القادر، وان شاء الله نشوفك على خير باذن الرحمن في الحلقات اللي جايه. شكرا لحضرتك. طيب خلونا بقى حضرات نشوف ونتعرف مع حضراتكم على مجموعه من التمرينات الجديده هيعرفنا عليها كابتن احمد عوض وهو مدير جيم النادي الاهلي بالجزيره. هنشوف معاكم هذا التقرير ونطلع فاصل ونرجع بقى عشان نستقبل حضراتكم في اولى فقراتنا الحواريه. تابعوا معانا اتفضل. صباح الخير على مشاهدين وجماهير الاهلي العظيم. النهارده هنعمل تمارين للناس بقى اللي عايزه تخسس الدراعات وشايفه ان هي عندها مشاكل في المنطقه دي والمنطقه دي، ازاي نخس. في معلومه الاول مهمه قبل ما انا افكر اخس ازاي من الدراعات، اعرف ان التمرين ما بيخسسش، اللي بيخسس واللي بيتخن هو الاكل. اظبط اكلي كويس، اكل اكل صحي، اكل نظيف في مواعيد مظبوطه، هو ده اللي هيخسسني. لكن التمرين بيعمل ايه؟ بنقطع الالياف العضليه اللي في المنطقه دي، عشان لما اكل تتغذى الالياف دي، تقوم العضله دي تكبر اكتر او تقوى اكتر. هي مش هتكبر، هي بتقوى اكتر، فلما بتقوى بتحرق الدهون اللي حواليها، او الدهون ما بتروحش تتخزن عندها، فبيحصل عندنا منطقه الشد اللي هنا، يبقى عندنا شيب في المنطقه دي وجسمي يكون مظبوط، فبخس من المنطقه دي عشان الدهون ما بتتكونش عندها. دي اهم حاجه من ان احنا بنتمرن، عشان ما اتمرنش ولخبط في الاكل وقول ما بخسش ليه. هخس لما اظبط اكلي.
تمام؟ يلا بينا نبدأ. طبعا احنا هنعمل نسخن الاول كويس قوي زي ما قلنا قبل كده، لازم نسخن جسمنا لمده 5 دقائق تمارين حركات في المكان، وبعد كده نبتدي نعمل تمارين للمنطقه او تسخين للمنطقه اللي احنا هنتمرنها. اول حاجه المنطقه دي فيها مفصل الكتف، فالمفروض اسخن كتفي. هبتدي اسخن كتفي الاول 30 ثانيه دوائر لورا، بعد كده 30 ثانيه دوائر لقدام. ممكن نبتدي احنا موجودين دلوقتي، يلا مع بعض. ها تشجع، بعد كده ارفع ايدي جنبي وانزل تاني كده، بسخن المفصل اللي انا هلعب حواليه علشان ما يجيلوش اصابه من التمرين. في تسخين عام اللي احنا قلنا عليه هنسخن لمده 5 دقائق حركات، في تسخين خاص للعضلات اللي انا هحركها او هعمل لود عليها. لقدام لورا، كل ده حركه 30 ثانيه. بعد كده ايزي من غير اي حاجه، مفيش اي اوزان في ايزي. ممكن اقفل بقى قبضه ايدي كمان عشان اشجع ان الدم يجي في المنطقه دي. بعد كده لورا عكس الجاذبيه، كروسات كده بس. انا بسخن المنطقه اللي انا همرنها، الاول سخنت جسمي كله، بعد كده دلوقتي هسخن المنطقه اللي انا همرنها بس. ابتدي امسك اي وزن، اي مقاومه متوفره قدامي همسكها، بس المهم ان الاثنين يكونوا قد بعض عشان ما فيش عضله تبقى اقوى من عضله او ان انا اثر على المنطقه اكتر من منطقه. هنبتدي نعمل تمرين خفيف خالص، اهم حاجه الوضعيه بتاعتي وانا واقف، كعب رجلي تحت كتفي، انزل سنه لتحت عشان ما احملش على ركبتي، ظهري لورا، بطني مشدوده كده، انا بشغل العضلات دي على وضعيه الثبات. وبعد كده ايدي من جنبي تطلع لغايه هنا 30 عده، 2 4 عد لغايه 30. خلصت 30 كده هخش تاني 30 كده، طلع النفس وانا طالع لفوق. بعد كده انزل كيك باك 30 لورا، كوعي يبقى جنب جسمي، برفع لفوق وانزل تاني بالراحه مع النفس. ركز النفس بطلعه امتى، ركبتي. خلصت 30 هرجع تاني اعيد نفس الحركات، حاجه سهله خالص اهو. تاني 1 2 بس هنعملها لغايه 20 عده، اول مره كانت 30، تاني مره 20، هنعملها زي السيركت كده محطات. دي المحطه الثانيه 20 عدة، خلصنا ال 20. المحطة التالتة كيك باك، نفس برضو 20، نرجع آخر محطة تاني نبدأ من الأول السيركت 10 عدات بقى دلوقتي، يبقى الأول 30 بعدها 20 بعدها 10 10 عدات برضو جانبي، بعد كده 10 عدات كيك باك. هاخد دقيقة راحة واشرب مية واعيدهم تاني. بعد الدقيقة هعمل 30 عدة، بعد كده 30 عدة جانبي، بعد كده 30 عدة كيك باك، وارجع 20، بعد كده 10، واخد دقيقة راحة، بعد كده اكررهم تاني. كده يبقى احنا اشتغلنا على المنطقة بتاعت الأمامية اللي هي البايسبس، والجانبية اللي في منطقة الدراع، والمنطقة دي. يبقى أنا النهاردة عملت اللود بس على كل المنطقة دي، ده اللي عايز يخس أو عايز يعمل شيب حلو في منطقة الدراع. مع معلومة مفيدة الحلقة اللي جاية إن شاء الله. عودة لعشرة الصبح في الأهلي، أهلا بيكم مرة تانية. أكيد اللي من حضراتكم بيتابعنا بصفة يومية عارف كويس قوي إن إحنا كل يوم بنقعد نهري نفسنا ونهري حضراتكم كلام عن كرة القدم، سواء فيما يتعلق بالنادي الأهلي أو بشكل عام. تعالوا بقى النهاردة وتحديدا في الفقرة دي نعمل حاجة مختلفة حبتين، هنعمل حصاد للألعاب المختلفة الأخرى، كل الانجازات اللي اتحققت خلال العام 2022 سواء في النادي الاهلي او فيما يتعلق بمنتخب مصر، وده هنتكلم فيه في فقرتنا الحواريه الاولى اللي منورنا فيها ضيوفي الاعزاء النقاد الرياضيين الاستاذه دينا نبيل والاستاذ احمد رشاد. يا صباح الخيرات عليكم واهلا بيكم منورنا. صباح الخير يا استاذ كريم، برحب بيك طبعا وبرحب بزميلتي دينا
وسعيد جدا ان انا موجود النهارده على قناه النادي الاهلي في برنامج 10 الصبح. منور الدنيا واستاذه دينا منوره الدنيا وشكل جايه محمله بالاخبار بقى وعندك تفاصيل كتير، بس هستسمحك. هو بطبيعه الحال المفروض يبقى ليديز فيرست، بس احنا عايزين يعني استثنائيا كده نبتدي كلامنا عن النادي الاهلي تحديدا، فخليني اروح بعد اذنك لاحمد رشاد واعرف منك يا رشاد يعني ايه الانجازات اللي اتحققت وازاي شايف مشوار النادي الاهلي، انا اقصد بيه الفرق المختلفه في 2022. اكيد طبعا يعني يا استاذ كريم، عايز اقول لك ان لو اتكلمت عن النادي الاهلي ومشوار النادي الاهلي في الالعاب الاخرى فاقدر اقول عليه مشوار يعني استثنائي، يعني مشوار مليء بالبطولات. النادي الاهلي قدر يحقق العديد من البطولات في كل الالعاب، سواء في الطايره او يعني طايره رجال او الطايره سيدات، سواء في اليد رجال او اليد سيدات او السله رجال او السله سيدات، يعني موسم استثنائي لكل الفرق. النادي الاهلي طبعا طول عمرنا عارفين ان هو بيتربع على عرش الالعاب الاخرى، ملك الصالات زي ما بنقول. ايوه، لو هنروح للنادي الاهلي في كره اليد رجال، فالنادي الاهلي طبعا كان مؤخرا كسب بطوله السوبر الافريقي وتاهل منها لبطوله العالم السوبر جلوب اللي كانت في السعوديه. وعايز اقول لك على حاجه يا استاذ كريم، ان النادي الاهلي اول فريق مصري وافريقي يفوز على نادي اوروبي بعد طبعا ما فزنا على نادي بنفيكا. طبعا كلنا عارفين ان البطوله الفتره الاخيره دي كانت 8 فرق واتغير طبعا شكلها وبقى 12 فرقه، فالنادي الاهلي في كره اليد رجال اول طبعا فريق زي ما قلت لك ان هو يفوز على نادي اوروبي واول فريق يخش المربع الذهبي. نجاحات طبعا كبيره جدا في كل الفرق، سواء في الطايره رجال، الطايره طبعا ماشيين بشكل كويس، السله طبعا بيحققوا خلال الموسم موسم استثنائي، بيحققوا فيه الخماسيه مع اجوستي. طبعا النادي الاهلي كان فاز بدوري المرتبط وكاس مصر ودوري السوبر والبطوله العربيه. وطبعا الموسم ده احنا وصلنا للبطوله العربيه، ولولا طبعا سوء التوفيق في المباراه كنا قدرنا ان احنا ناخد البطوله العربيه. اليد السيدات طبعا كسبوا منطقه القاهره وماشيين طبعا بشكل كويس، خاصه طبعا بعد التدعيمات مؤخرا لفريق اليد سيدات طبعا ممثله في اداره النشاط الرياضي بقياده الكابتن خالد العوضي، وده اللي جه يعني الفريق ثماره امبارح. امبارح طبعا النادي الاهلي كان كسب الشمس وتاهل طبعا لقبل نهائي كاس مصر، وان شاء الله باذن الله هنقابل سبورتنج، وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي الفتره اللي جايه يقدر ان هو يحقق موسم استثنائي في كل الالعاب. الطايره طبعا سيدات احنا ماشيين بشكل كويس، طبعا كسبنا دوري وكاس، ماشيين بشكل كويس في الدوري، لعبنا 13 مباراه فزنا 12 وهي مباراه واحده خساره، لكن ان شاء الله ماشيين بشكل كويس ونقدر نحقق المزيد من البطولات في الفتره اللي جايه ان شاء الله. طيب يعني كلها انجازات مهمه جدا هي حققتها الفرق المختلفه في النادي الاهلي، وعلى ذكر كلمه انجازات لازم برضو نقف يا استاذه دينا عند الانجازات اللي حققتها بقى الدوله المصريه في حسن تنظيمها وحسن استضافتها لفعاليات بطولات كتير في رياضات مختلفة، تعالي نحصرها كده بإيجاز، إيه أهم البطولات اللي مصر استضافتها في 2022 على مستوى الرياضات المختلفة؟ يعني يمكن احنا بقالنا 3 سنين مصر بتستضيف بطولات عديده جدا، يعني يمكن كان في حصر، كان في احصائيه بتقول ان 150 بطوله في 3 سنين، فعدد كبير جدا. لما نتكلم عن 2022 كان طبعا اكيد ابرزها بطوله افريقيا لكره اليد اللي طبعا توج بيها منتخبنا. منتخب اليد كان يعني عامل بطوله هايله جدا ودايما كده هو في الميعاد زي ما بنقول، يعني اثبت ان هو خلاص يعني في حته ثانيه خالص. للامانه دايما مشرفنا منتخب مصر لكره اليد حقيقي، يعني هم عندهم بطولة العالم خلاص في خلال أسابيع قليلة إن شاء الله، يعني بيستعدوا لها، نتمنى إن شاء الله إن هم يعملوا فيها يعني أداء كويس جدا. يعني هنرجع تاني للبطولات اللي احنا نظمناها بجانب بطولة أفريقيا لكرة اليد، كان في طبعا بطولات عالم للرماية استضفناها في العاصمة الإدارية الجديدة، برضو كان في بطولات جمباز، بطولات افريقيه وبطولات عالم برضو اقيمت في استاد القاهره، كان في بطولات كتيره جدا لو على المستوى الفردي او الجماعي، برضو يعني لو حتى الانديه برضو كان في بطولات كتيره شاركوا فيها. بصراحه يعني دايما انا بشوف ان فكره استضافه بطولات على ارض مصر دي بحس ان هي تسويق للسياحه الرياضيه بشكل كبير جدا، لما بتستضيف عندك على ارضك اكتر من 100 دوله مثلا في بطوله او حاجه، او مثلا 120 دوله. استضفنا كمان بالمناسبه بطوله عالم خماسي حديث برضو في اسكندريه، نسيت يعني دي برضو من ضمن الحاجات اللي كانت بطوله ناجحه جدا مصر استضافتها خلال العام الجاري. زي ما قلت
بيبقى تسويق هائل جدا لمصر، فكره ان انت البطل او ابطال العالم بتستضيفهم على ارض مصر وينزلوا في ينزلوا صورهم في الاهرامات، لو هم في صور بيلتقطوها في الاهرامات والمنشات الرياضيه عندنا، ده بيبقى تسويق هائل. بتنظم لهم رحلات كمان سياحيه اكيد مش كده؟ يعني غير مشاركتهم في الفعاليات والتنافسيه اكيد بيبقى فيه حتى عشان البلد تستفيد من وجودهم. ده اكيد، يعني هم اساسا اي يعني طالما في وقت، لما بيكون في راحه يوم راحه للانديه او للفرق المشاركه، بهم نفسهم بيطلبوا اصلا من اللجنه المنظمه ان احنا عايزين نروح نشوف الحاجات اللي هي في مصر، الحاجات الاثار، الحاجات اللي ليها علاقه ان انا اتصور اخد صوره معاها انزلها على الانستجرام او على السوشيال ميديا بتاعتي. ده مهم جدا لمصر، ده مهم جدا لما اشوف مثلا بطل عالم في الخماسي ولا بطل عالم في الرمايه منزل صورته في الاهرامات او حاجه، دي مهمه جدا. عشان كده بقول ان فكره استضافه مصر بطولات على ارضها كتيره ده شيء مهم جدا للرياضه المصريه. جميل. طيب كلمه فريق ايا كان فريق ايه، بس سيدات النادي الاهلي، سيبك من كلمه فريق، خلينا في سيدات النادي الاهلي، لان الحقيقه سيدات النادي الاهلي عاملين شغل ممتاز على اكثر من صعيد، وانا بتكلم على الطايره واليد والسله. يعني تعال نركز شويه على فريق او فرق السيدات في النادي الاهلي، ايه اللي مخليهم بالاختلاف والتميز ده اللي بينتج عنه هذا الكم من النجاحات؟ بسم الله ما شاء الله. زي ما بقول لك كريم، الروح بين اللاعبات هو ده اللي بيأدي ان فريق متكامل، فريق متكامل بيقدر يحقق النجاحات. بيكون اكيد في تدعيمات من يعني خلال السنه، بس الفرقه موجوده، الفرقه تمام. في يعني التدعيم دايما زي ما بنقول ان هو بيكون اساس اي نجاح. النادي الاهلي في فرق السيدات بالذات سواء طايره او سله او يد بيحقق نجاحات في الفتره الاخيره، وبالذات طبعا السله سيدات طبعا بيعملوا دلوقتي موسم استثنائي. طبعا خلال الموسم قدروا ان هم يفوزوا بثلاث بطولات اللي هي دوري المرتبط ومنطقه القاهره وكاس السوبر، لسه فاضل لهم دوري السوبر وفاضل لهم طبعا كاس مصر. ان شاء الله باذن الله يقدروا يحققوا موسم استثنائي، لان طبعا هم المنافس الوحيد للنادي الاهلي في اللعبه دي في السيدات هو سبورتنج، واحنا قدرنا نكسب سبورتنج. سبورتنج طبعا لسه كسبان بطوله افريقيا، وقدرنا ان احنا الحمد لله نكسبه في الفتره الاخيره. طبعا كلنا عارفين ان فرقه سبورتنج قوامي الاساسي بجانب طبعا لاعبات النادي الاهلي موجودين على طول في المنتخب. الطايره سيدات على مدار السنين اللي فاتت بيحققوا نجاحات، سواء في بقى في كره الطايره في كره اليد بيحققوا نجاح كبير جدا. يعني زي ما قلت لحضرتك يا استاذ كريم، هو موسم استثنائي بالنسبه للسيدات يعني في كل الالعاب. كلمه حق لازم تتقال، يعني نادي سبورتنج دايما ند وخصم قوي جدا للنادي الاهلي، طايره وسله رجال وسيدات ومن قديم الازل، حتى ما هياش حاجه جديده. صح يعني. عندك حق يا استاذ كريم، انا زي ما قلت لحضرتك ان سبورتنج في السله لسه كسبان بطوله افريقيا، فهو طبعًا. ان يكسب بطوله افريقيا فهو فريق قوي أكيد. المنافس قوي أكيد. اغلبيه اللعيبه اللي موجوده فيه بتكون من قوام منتخب مصر، فالنادي الاهلي ان هو يقدر ينجح ويفوز على منافس قوي زي ده، فالمنظومه بشكل عام منظومه ناجحه، وان شاء الله يقدروا الفتره اللي جايه يعملوا موسم استثنائي يقدروا يحققوا ويبقوا خدوا الخماسيه الموسم ده ان شاء الله باذن الرحمن. طب على ذكر السيدات وتالق السيدات، الحقيقه لازم نذكر اسم ساره سمير أكيد. يعني انت عارفه بقى لنا حوالي يمكن اسبوعين او مش عارف اكتر شويه اقل شويه كنا مشاركين في بطوله العالم للاثقال، وساره سمير بسم الله ما شاء الله حققت ثلاث ميداليات ذهب. فالى اي درجه الانجاز ده نقدر نقول انه ارهاصات كده؟ ايه رايك في الارهاصات دي؟ جامده جدا. ارهاصات لعوده بطلاتنا المصريات لمنصات التتويج في الاثقال بصفه خاصه. الاثقال تحديدا بصفه خاصه، طبعا زي ما حضرتك عارف احنا كنا موقوفين بسبب ظروف يعني حرمنا من المشاركه في طوكيو بسبب ازمه المنشطات اللي حصلت. بس العوده بصراحه كانت قويه جدا من اخر العام الماضي، يعني يمكن احنا اخر العام الماضي شاركنا في بطوله عالم برضو كانت في اوزبكستان، وبطلتنا نعمة سعيد فازت برضو بميداليات في البطولة دي. جت سارة سمير عودة قوية بصراحة، يعني سارة سمير دايما بشوفها ان هي من ايام ما كانت في ريو دي جانيرو اولمبياد ريو جايبة ميدالية برونز، فهي وهي كانت ساعتها صغيرة جدا في السن، فهي بطلة كبيرة جدا من وهي صغيرة في السن. كانت جت للأسف أزمة شوية اللي عطلت
ازمه المنشطات دي عطلت الاوناش مصر زي ما احنا بنقول عليهم دايما. هو بيني وبينك هو من ناحيه اوناش اوناش بما لا يدع مجال للشك وميداليات ذهبيه. بصي مغرقه الدنيا. لا هم كمان هم ما شاء الله عليهم. احنا في اللعبه دي تحديدا يعني هتكلم عن ساره تحديدا, بس في اللعبه دي احنا عندنا لاعبين على اعلى مستوى. فكانت خساره كبيره جدا ان احنا فتره ايقاف, بس العوده الحمد لله كانت قويه. حتى هم كانوا منتخب الاثقال عندنا كان في بطوله افريقيا مصر استضافتها منذ اشهر قليله يعني, كانت في استاد القاهره وحصاد الميداليات كان عدد وافر جدا. فاحنا افريقيا وعربيا احنا ما شاء الله عندنا لاعبين على اعلى مستوى. عالميا يمكن انا بشوف ان هي جبنا 3 ميداليات بس لساره سمير, بس احنا يمكن افتقدنا كمان للاسف بطلتنا نعمه سعيد, كان المفروض تشارك في بطوله العالم اللي هي كانت في كولومبيا من اسبوعين, لكن جالها كورونا قبل ما فيش يعني بايام قليله, فللاسف حرمت من المشاركه. فعندنا بطلات على اعلى مستوى برضو يعني زي ساره سمير, نعمه برضو كان في بطل اسمه كريم كحله المفروض ان هو كان يشارك بس برضو للاسف اتصاب قبل البطوله. يمكن احنا ما كناش محظوظين قوي, بس هي العوده ان شاء الله شايفاها يعني روح ان شاء الله يعني قويه جدا لابطالنا في الاثقال. زي ما قلت احنا مميزين ونقدر ان شاء الله ان احنا نعود لمنصات التتويج في الاولمبيات الجايه ان شاء الله في الاثقال. كل الانجازات اللي حضرتك تفضلتي بذكرها كلها ممكن يتبني عليها ونبقى مطمنين كمان على اللي جاي يعني. أكيد. واضح جدا ان احنا فعلا عندنا ثقل في الملف ده بصفه خاصه. طيب انا عايز استاذنكم بس نطلع فاصل سريع ونرجع بعديها نكمل الكلام. اتفضل. تجدد الترحيب بكل حضراتكم واكيد بضيوفي اللي منورني في حلقتنا النهارده, الاستاذه دينا نبيل والاستاذ احمد رشاد النقاد الرياضيين, واللي بيعملوا معانا النهارده حاجه مختلفه حبتين. تاني نرجع ونقول احنا 90% ان ما كانش اكتر من محتوى كلامنا بطبيعه الحال بيبقى منصب على كره القدم, لكن احنا في الفقره دي بنتكلم عن انجازات وحصاد 2022 على مستوى الالعاب الرياضيه المختلفه بخلاف كره القدم. واحنا بنطلع الفاصل كان الاستاذ احمد رشاد بيقول لي انه عنده تعليق يخص حاجه قالتها الاستاذه دينا. كان اي نقطه اللي كنت عايزها؟ اكيد طبعا استاذ كريم, تعقيبا على كلام زميلتي دينا عايز اقول لحضرتك ان الفتره الاخيره يعني مصر شهدت طفره كبيره في الاحداث الرياضيه. مصر طبعا قدرت من 2014 ل 2022 ان هي تنظم 280 بطوله. مصر طبعا نجحت في عدد الميداليات في خلال الفتره دي ان هم يحققوا 3500 ميداليه دوليا وقاريا وفي دوره الالعاب الاولمبيه, يعني نجاح كبير جدا لمصر في الفتره الاخيره. بنشوف طبعا ابطالنا موجودين على منصات التتويج في كل المحافل, رفع اسم مصر في كل المحافل. يعني عايز اقول ان مصر الفتره دي وزي ما العالم كله بيشيد بيها ان هي مصر قبلت البطولات الدوليه والعالميه. على ذكر بقى كون مصر قبلت البطولات الدوليه والعالميه, ما نقدرش ما ناخدش بالنا, ما ينفعش ما نلاحظش التفوق المصري على مستوى العالم في دنيا السكواش. يعني احنا عندنا الرياضات كلها كوم, لكن السكواش حدوته لوحدها. ايه السر ورا ده في رايك يا دينا؟ انا نفسي مره سالت اللعيبه يعني انتوا بتشوفوا ان احنا ليه متفوقين في اللعبه دي تحديدا, بس هم نفسهم ما كانش عندهم رد غير ان تحديدا التدريب بيبدا من النشأ. يعني انت مهتم بالنشأة قوي, فبالتالي بيطلع انت يعني بتربي اللاعب من صغره ان هو عندك قطاعات ناشئين في كل الالعاب يعني الالعاب الثانيه, اشمعنى السكواش بالذات البركه حل عليه يعني. المدربين يمكن كمان المدربين او يعني كمان في بيبداوا من الصغر قوي 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 مع اللاعبين. المدرب كمان مش بيبقى يعني بيبقى مش هاوي يعني, بيبقى مدرب فعلا مارس لعبه الاسكواش فبيبقى من صغره مهتم. تلاقي لاعب يعني انا رحت انديه كتير, لاعب بتلاقيه من هو عنده 5 و6 سنين بيروح يلعب الاسكواش, مهتم جدا باللعبه. الخبرات اللاعبين الكبار اللي هم زي مثلا اللي هم المعتزلين او اللي هم الكبار في التصنيف بيدوها كتير قوي للاعبين الصغار, فدي مهمه جدا. على طول تروح الانديه تلاقي اللاعبين الكبار قاعدين مع اللاعبين الصغيرين بيأزروهم وبيشجعوهم يعني. طب ليه ما نستنسخش اللي حضرتك بتتكلمي عليه ده في كل الرياضات الثانيه عشان على الاقل نحك كده في النجاحات اللي بتحققها الفرق السكواش المختلفه؟ والله نتمنى, بس هو الموضوع انا بحس ان هو كل اتحاد لازم يبقى ليه استراتيجيه موحده. يعني ما ينفعش انت تجيب استراتيجيه مش هدف واحد في الحالتين, بس بتهيالي انا اعتقد ان بتفرق كل لعبه يعني خطه الاعداد مختلفه غير السكواش غير الجمباز غير التايكوندو غير المصارعه طبقا للمعطيات كمان والكروت اللي في ايدين صناع قرار. وفي الالعاب انت ممكن تقدر تعمل معسكر يعني السكواش هنا مثلا انت رقم واحد على العالم في السكواش. أي. ده بالتصنيف ده مش كلامنا, ده تصنيف صحيح. الرجال والسيدات. طب. هو اللي بيقول كده. احنا لسه بالمناسبه يعني فزنا ببطوله عالم سيدات للفرق
كانت بتقام هنا في مصر وفزنا بيها. يعني احنا سواء على المستوى الفردي او الفرق احنا متفوقين. بس اللي عايز اقوله ان الاستراتيجيه بتبقى مختلفه في كل لعبه. في العاب انت محتاج ان انت مثلا تحتك بره، تحتك تروح تعمل معسكرات في اسيا مثلا. الدول الاسيويه مثلا زي تنس الطاوله، هم اعلى ناس في العالم في تنس الطاوله مثلا. فانت محتاج زي بطلتنا هنا جوده مثلا، بتروح بتسافر بطولات بره في الدول الاسيويه والصين والدول دي، لان هم اشطر ناس في اللعبه دي، فانت محتاج تاخد من خبراته. فبالتالي برضو دوت محتاج يتعمم في كل الالعاب. انت تشوف الدول اللي انت الدوله دي مميزه مثلا في المصارعه في التايكوندو، فانت تروح تعمل معسكرات عندهم عشان تكتسب من خبراتهم. صحيح، ده كلام منطقي جدا. طب طيب تعالى بقى يا استاذ احمد رشاد بعد اذنك، احنا اتكلمنا معاك من شويه على يعني اللي حققته فرق النساء او سيدات النادي الاهلي، تعالى بقى نتكلم شويه عن الرجال والانجازات اللي اتحققت في السنه اللي فاتت. والله يا استاذ كريم، الرجال في كل الالعاب هم بيحققوا انجاز طبعا، وزي ما قلت في بدايه الحلقه فاحنا ملوك الصالات بالفعل. يعني فرق الرجال في الطايره الرجال طبعا بيأدوا موسم كويس جدا، عندهم لسه فرصه الفتره اللي جايه ان هم ان شاء الله باذن الله يقدروا يحققوا كل البطولات. عندنا مباراه مهمه جدا، وده يعني انا بشوف ان المباريات اللي بتكون في الرجال في بدايه الدوري فدي بتبقى مباريات تجهيز، ما بتبقاش مباريات قويه في الاول، لان هي بتبقى مباريات بالنسبه للمدرب ان هي تجهيز، اللعيبه بينسجموا مع بعض. لكن احنا عندنا طبعا مواجهه مهمه جدا يوم السبت اللي جاي. بص انت بتتكلم يعني تابع كده معانا اللي على الشاشه اهو، عشان يبقى كلام في محله. ده فرقه طبعا السله سيدات اللي زي ما قلت ان هم بيحققوا موسم استثنائي. لكن زي ما بقول لحضرتك يا استاذ كريم ان فرقه الرجال يعني المواجهه القويه بالنسبه لهم هي يوم السبت اللي جاي قدام الزمالك في ختام طبعا الدوره المجمعه اهو، زي ما احنا شايفين طبعا. ايه رايك في سرعه رد الفعل؟ الزملاء مولعين الدنيا في الكنترول، مجهزين كل حاجه. لما حته بس هتلاقي ماتيريال نازل لك على الشاشه. فدي طبعا هتبقى مواجهه قويه جدا قدام طبعا منافس نادي الزمالك، بس ان شاء الله النادي الاهلي باذن الله يقدر يحقق الفوز. وطبعا احنا متعودين من فرقه الرجال في كره الطايره، يعني الفرقه فيها عناصر قويه جدا زي طبعا عبد الله عبد السلام واحمد صلاح، لعيبه كتير عشان ما انساش حد، محمد يعني عادل دول واحمد سعيد، يعني فرقه قويه جدا. يعني بنشوف قطاع الطايره سواء في الرجال او السيدات في النادي الاهلي قطاع كبير جدا. صحيح، في عناصر يعني زي ما بنشوف لعيبه هنا كويسه جدا، بنشوف برضو في قطاع السيدات لعيبه. طبعا نهله سامح كابتن الفريق اللي يمكن محققه عديد من البطولات لوحدها مع النادي الاهلي، فنجاح كبير جدا من الفرق الرجال سواء طبعا. بس عايز اروح على حته طبعا اليد الرجال طبعا عندهم فرصه قويه جدا في خلال فتره التوقف دي ان هم يقدروا يبقوا منسجمين مع بعض، يقدروا ان هم يستعدوا بشكل كويس، وان شاء الله باذن الله يقدروا يكونوا منافس قوي بعد طبعا العوده من فتره التوقف، يقدروا يكونوا منافس قوي في الفتره اللي جايه. اليد السيدات طبعا، اليد طبعا سيدات زي ما قلت برضو لحضرتك ان هو برضو ماشيين بشكل كويس. السلة طبعا رجال ما زالوا موجودين على القمة، لسه عندهم الدوري وعندهم طبعا دوري السوبر وعندهم الكاس وعندهم تصفيات منطقة النيل اللي هتكون على صالة دكتور حسن مصطفى في شهر 4. ان شاء الله باذن الله يقدروا يحققوا كل البطولات الموسم ده ويعملوا موسم استثنائي زي الموسم اللي فات باذن الله. باذن الله. طيب احنا متفقين يا استاذه دينا ان مصر احسنت تنظيم واستضافه كبريات البطولات العالميه حتى على الاراضي المصريه. انت شخصيا في سنه 2022 ايه اكتر بطوله، بغض النظر عن هي بطوله في اي رياضه تحديدا، اكتر بطوله فعلا كنت قاعده يعني مبسوطه وانت بتتابعي فعالياتها وعينك بتروح لكل كبيره وصغيره في التفاصيل التنظيميه وكنت راضيه تماما؟ يمكن عشان هي كانت بطوله مكتمله فيها جمهور بشكل كامل، وكمان هي لعبه جماهيريه، كانت بطوله افريقيا لكره اليد اللي كانت على صاله الدكتور حسن مصطفى في شهر 6. يمكن كانت يعني نجاحها غير ان المنتخب فرحنا طبعا في النهايه وتوجنا باللقب، لكن هي البطوله كانت تنظيميا كانت مستوى كويس قوي. ودايما انا بشوف الحكم يبقى اكتر على البطولات اللي فيها جمهور. يعني احنا طبعا لعبه كره اليد هي اللعبه الشعبيه الثانيه، فكان مسموح بجمهور يحضر، ولعبه اليد زي ما حضرتك كنت بتقول من شويه ان هم جماهيريا الناس دايما مستنيه منهم كتير قوي، فالناس كانت
حاضره بشكل كبير رغم ان كان الوقت في اجازه عيد فكان الناس حاضره. فانا دايما بشوف ان البطولات اللي فيها جمهور تقدر تحكم عليها اكتر من بطولات الالعاب الفرديه او بطولات اللي هي اللي يعني بدون جمهور او مش مكتمله قوي في الجماهير. فانا بشوفها ان هي كانت بطوله ناجحه جدا. نقدر ان احنا نعمل كده. احنا السنه الجديده بالمناسبه عندنا بطولات كتيره جدا هنستضيفها سواء العاب جماعيه او العاب فرديه، من ضمنها طبعا النادي الاهلي اللي هيستضيف بطوله كاس الكؤوس لكره اليد وكاس السوبر هيستضيفهم هينظمهم النادي الاهلي لكره اليد. برضو عندنا بطولة عربية لكرة الطايرة للأندية هتقام في مصر. برضو عندنا برضو مصر حصلت على بطولة أمم أفريقيا لكرة الطايرة للمنتخبات الفريق الأول، دي هتقام برضو في شهر أغسطس. لسه ما تحددتش الصالة يعني، بس دي بطولات كلها هتقام على أرض مصر ومفروض أنها هتقام بحضور جماهيري، ونتمنى طبعا النجاح ليها وأن يكون التنظيم يعني دايما زي ما مصر عودتنا التنظيم بيبقى على مستوى كويس. طبعا اي نجاح لاي فعاليات بيتم تنظيمها بيبقى في مجموعه كبيره من العناصر اللي لو اتحققت كلها بيحصل تكامل كده في الصوره العامه وبالتالي الايفنت بينجح. تفصيله زي البنيه التحتيه الرياضيه عندنا في مصر الى اي درجه كانت مساند وعنصر دعم قوي ساعد مصر في حسن تنظيم واستضافه كبريات البطولات العالميه؟ يعني مصر مؤخرا يعني ملاعب بتبني كتير، وزي العاصمة الإدارية اللي فيها ملاعب وصالات بيتم يعني مؤخرا ابتدى يتعمل عليها منافسات زي ما قلت ان بطولتين عالم رماية اقيموا على ارضها. ابتدى التوسع في فكرة ان انا ما يبقاش البطولات محصورة مثلا في صالة استاد القاهرة بس او في صالة مثلا حسن مصطفى بس، لا انت بقى عندك صالات تانية بتستضيف الفعاليات بحيث ان انت لما تقدم على تنظيم بطولة مثلا او قدام الاتحادات الدولية يبقى عندك خيارات او عندك صالات كتيرة ممكن تقدر تستضيف البطولات دي. فانا زي ما قلت عندنا صالات كتيرة بقت موجودة، في صالات لسه شوية محتاجة تطوير، ده طبيعي ان انت يبقى في صالات محتاجة ان انت تشتغل عليها، لكن مؤخرا بقى في صالات وتنوع كتير جدا موجود، لان انت بقيت اي بطوله تستضيفها ما بتلاقيش مكان واحد. يعني زمان كنا نشوف هو استاد القاهره بيستضيف اي حاجه جماعي فردي اي حاجه، قعدنا عمر كده ما كانش في غيره طبعا. اي حاجه هي بتقام على استاد القاهره بس، لا دلوقتي انت عندك كذا صاله بتستضيف، عندك صاله الشباب والرياضه اللي في 6 اكتوبر، عندنا صاله حسن مصطفى، عندنا صاله زي ما قلت العاصمه الاداريه اللي برده في السنه الجديده المفروض ان هي هتستضيف حتى في الالعاب الجماعيه، فعندنا حتى برده صاله برج العرب في اسكندريه بتستضيف مباريات الباسكت. فعندنا تنوع كبير جدا، ودوت زي ما قلت يعني البنيه التحتيه مؤخرا بقت متطوره جدا. جميل. طيب احنا طبعا بنتكلم يا رشاد عن الفرق المختلفه، طبعا الكلام معناه ان احنا بنتكلم بشكل جمعي، لكن عايزين نقف بقى شويه عند اسماء بعينها، عند افراد، عند لعيبه بعينها. انت شايف ان هم تالقوا جدا في 2022 في الرياضات والالعاب المختلفه، اكثر ناس كانت ملء السمع والابصار زي ما بيتقال، اكتر ناس لفتت نظرك انت شخصيا في الرياضات المختلفه السنه دي كانوا مين؟ السنه دي يعني لو هنتكلم على النادي الاهلي، فالنادي الاهلي لو هنروح للسكواش، وطبعا كنت انتوا بتتكلموا عن السكواش وانا طبعا بشوف دايما السكواش وتنس الطاوله في النادي الاهلي او في اي العاب بيكون السبب نجاحه هو ان اللعبه عائليه. يعني بنشوف في السكواش او في تنس الطاوله لعبه عائليه، يعني بنشوف اللاعب واخوه والده بيكونوا برضو أصلا كانوا نجوم في اللعبة. فطبعا في الاسكواج مصطفى عسل طبعا يعني بنبارك له على وصافة الترتيب العالمي، يعني هو في المركز الثاني بعد علي فرج بعد طبعا فوزه ببطولة هونج كونج الأخيرة واللي بسببها طبعا تصدر الترتيب. عندنا برضو يوسف سليمان محتل المركز الـ12 في الترتيب العالمي. برضو نروح لتنس الطاولة، فاحنا عندنا نجوم أبرز في خلال 2022 زي السيد لاشين وزي طبعا محمد البيلي وزي طبعا هنا جودة اللي بتحقق نجاح كبير جدا في الفترة اللي فاتت. ما شاء الله عليها. فنادي الأهلي أسطورة. زي أسطورة بصراحة. يعني هي فعلا أسطورة الطفلة يعني أنا كنت دايما مسميها زمان الطفلة المعجزة طبعا. من بدايتها فهي بتحقق نجاح كبير جدا، ويعني مش هقدر اقول على لاعب بعينه، لكن انا بشوف في 2022 ان كل نجوم النادي الاهلي في الالعاب الجماعيه والفرديه فهم كلهم نجوم قدموا بطولات كتير جدا للنادي الاهلي ومستنيين طبعا منهم المزيد في الفتره اللي جايه ان شاء الله. هو الحقيقه هنا جوده بصفه خاصه يتقال لها ربنا يكتر من امثالك. احنا عايزين النموذج ده نستنسخه في كل الرياضات الحقيقه، وهنا في حد ذاتها دليل مادي ملموس واضح وصريح ما فيش فيه اي مساحه للبس او مجال للبس حول فكره
صناعه البطل، ان انت لما تهتمي بطفل صغير انت لاحظتي من اول لحظه انه واعد جدا في رياضه ما وتشتغلي معاه او معاها عليه، بتبقى دي نتيجة بطبيعة الحال ولا في مساحة للاختلاف؟ لا مفيش مساحة خالص. أنا بشوف إن كمان دور الأهل ليه دور، يعني الأهل ليهم دور كبير جدا. طبعا. يعني أنا عشان خاطر أنا شوية مقربة من أسرة هنا أو من مامة هنا جودة إن أنا بتكلم معاها وكده، فالحقيقة هي ليها دور يعني دور كبير جدا. دكتورة رضوى عزب أنا بوجه لها الشكر بالمناسبة على الهواء، يعني يعني هي قافلة على بنتها كويس قوي، عارفة إن هي توجهها كويس قوي، لا ده وقت المذاكرة، لا ده وقت التدريب، ده وقت السفر، ده وقت المعسكر، هي عارفة كويس قوي. وده أعتقد ده سر النجاح. أنا لو ما كانش اللي أنت بتقوليه ده بيحصل ما كانتش هنبقى قاعدين دلوقتي بنتكلم عن هنا وده ومسمينها الطفلة معجزة ويعني حاجة استثنائية الحقيقة. فهي هنا حاله، يعني هنا حاله، واتمنى يعني هي بتفوز على وصلت مرحله ان هي ما شاء الله بتفوز على ناس اكبر منها في سن اعمار كبيره جدا. فهي نتمنى بالتوفيق، يعني هي ليها طبعا هي في بطوله عربيه للتنس الطاوله شغاله دلوقتي للانديه، هي بتشارك مع النادي باسم النادي الاهلي، نتمنى لها التوفيق طبعا. أكيد يعني أكيد ان شاء الله هي وباقي الفريق. يا رب ان شاء الله. دينا نورتينا ورشاد نورتنا، ولازم تيجوا تنورونا تاني ان شاء الله قريب، بس مش مستنى بقى لنهايه السنه عشان نعمل حصاد، قبل الحصاد تعالوا نوروا الدنيا معانا باذن الله. شكرا جزيلا على وجودكم معانا، وخلونا نطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع بقى عشان نستقبل دكتوره ايمان المراكبي ونفتح معاها ملف اعتقد انه هيهم كتير من حضراتكم، خليكم معانا. اهلا بكم مره ثانيه. الحقيقه الكلام عن السمنه لا ينتهي وشكله كده لن ينتهي طالما في وسطنا ناس كتير بتعاني من السمنه وبالذات السمنه المفرطه. الوزن الزايد بيبقى له انعكاسات سيئه جدا على الحاله الصحيه وعلى الحاله النفسيه والمزاجيه. في ناس كمان بتبقى عندها مشكله كبيره قوي وهم داخلين عشان عايزين يناموا، وقت النوم بيحسوا بضيق في التنفس وبتعب عام وعدم قدره على النوم بشكل طبيعي. عشان كده يعني دايما بتلاقونا بنتكلم على مساله السمنه لان حقيقي هي ليها انعكاسات وحشه جدا على عده اصعده. هنتكلم على العلاقه اصلا ما بين السمنه وبين اضطرابات النوم مع دكتوره ايمان المراكبي اللي منوراني في حلقتنا النهارده. يا صباح العسل. يا صباح الفل. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ صباح الفل على حضرتك وعلى كل المشاهدين، وجو جميل النهارده كده وكله طاقه حلوه ان شاء الله. وجودك ربنا يخليك يا رب. كنت قلت لي مره قبل كده ان السمنه بتعمل اضطرابات نوم واضطرابات النوم بتعمل سمنه. بالظبط، كنا مره بندردش في الموضوع ده. ودي حقيقه. يعني اول حاجه لو تخيلت حضرتك ان انت كل يوم بتسهر وما بتنامش كويس، يبقى بالليل هتعمل ايه؟ تخيل نفسك كده هتعمل ايه؟ التلاجه طبعا، يا اما الدليفري اللي فاتح لتلاتة الصبح و4 الصبح طبعا. الواحد بيحس ان هو زهقان عايز ياكل. صحيح. إيه طول ما انت صاحي البق شغال طبعا. طيب يبقى احنا نعمل ايه؟ لازم ننام بالليل بدري او نقفل البق. او نقفل البق. طب هنقفله ازاي؟ نميس انا برضو. بالظبط كده. يعني ما شاء الله عليك بصراحه. يا رب يخليك. فدي جبتها ازاي بقى؟ ان احنا بنقفل بقنا. طب هقفل بق ازاي؟ يبقى انا لازم انام في مواعيدي اللي ربنا خالقها طبعا. الانسان الطبيعي ينام 8 ساعات طبعا. طيب في ناس بقى فهلوه بقى يقول لك انا بنام 6 ساعات وده مكفيني قوي. مفيش حاجه اسمها كده. هتنام 6 ساعات هتتخن. ليه؟ لان هتصحى بدري هتاكل وجبه زياده. يعني انت المفروض مثلا بتصحى سي مثلا 7 مثلا، فهتاكل الساعه 7 ونص 8. لو انت بقى بتصحى بدري 5 مثلا، طب انت هتاكل في بقى ايه وحدايه كمان زياده طبعا. يبقى انا اذا كل ما انا بقلل عدد ساعات نومي يبقى انا هزيد في الوزن لازم. اوكي. طيب ايه المشكله بقى؟ اضطرابات النوم. لو انا عندي اضطراب في النوم لازم اتوجه لدكتور مخ واعصاب او طب نفسي واحل المشكله دي، لان هتعمل لي سمنه. ده غير بقى الحاجات الثانيه، الإصابة بقى بأمراض القلب وجلطات القلب وجلطات المخ والكلام ده كله، فيه ارتباطات جامدة جدا بين الأرق وقلة النوم وبين جلطات المخ وجلطات القلب. دي معروفة. عمرك ما تخيلت إن في علاقة بين الاثنين؟ لا، في علاقة طبعا غير طبيعية، لأن ربنا خالق وجعلنا النوم الليلة لباسا وجعلنا النهار معاشا. يبقى معنى كده إيه؟ بالليل الناس لازم تنام. الناس لازم تنام. فانا عندي 8 ساعات، يعني من 7 الى 9 ساعات دول نوم ربنا عاملهم. الناس جهازي الهضمي يهدى، جهازي القلب قصدي يهدى، المخ يهدى، كله بينام، كله في مننا ناس طبيعي اشغالها شيفتات. جميل. في ناس يقول لك شيفت ليلي وشيفت صباحي. بالظبط. دول بيعانوا. في ناس الشيفتات بيبقى في تدوير في الشيفتات، فلاسبوع بيناموا الصبح واسبوع تاني بيناموا بالليل. صحيح. الناس دي بتعمل ايه بقى؟ الناس دي بتظبط نومها بالعكس بقى، يعني هو صاحي بالليل وبيعوض النوم الصبح، بس لازم يعوض.
مفيش حاجه اسمها ان انا شفتي بالليل اجي بقى اقعد بقى مع الاسره الصبح بقى ونهيص ونلعب ونطبق. مفيش حاجه اسمها نطبق. دي امراض على طول في القلب وفي المخ والضغط والسكر والكلام ده كله نتيجه الارق. طب نساعد الناس دي ازاي؟ ان احنا نتوجه لدكتور مخ واعصاب او طب نفسي ونعالج مشكله الارق. هل هي ارق مشكله في النوم ولا توتر ولا اكتئاب ولا امراض بقى نفسيه كتيره جدا؟ نشوف ايه هي ونعالجها. طيب احنا قلنا في الاول انه معظم الحاجات دي مبنيه على فكره السمنه. بالظبط. تعالي بقى نتكلم شويه عن السمنه وكيفيه مكافحتها ومقاومتها والتخلص من الوزن الزايد. بالظبط. عشان نضمن ان احنا هنوفر على نفسنا. صحيح. كل اللي احنا بنتكلم في تفاصيله ده. صحيح. يبقى احنا هنيجي بقى السمنه العكس بقى. السمنه تعمل لي اضطرابات نوم ازاي؟ زي ما حضرتك قلت في اول الحلقه ان اللي عنده سمنه وزياده في الوزن اكيد وهو نايم في عنده مشكله في النفس. طبعا. بيبقى طبعا بالظبط كده يقول لك ايه حاجه كاتمه على نفسه. صحيح. تمام. بيبقى عندهم مشاكل في النفس جامده، بيبقى عندهم مشاكل في ضربات القلب. بيبقى عندهم يعني اختناقات اثناء النوم اكتر. طبعا. لان كل ما حصل سمنه كل ما اللهاه اللي هي جوه الزور دي اللي لما بنفتح بقنا نقول تتحرك دي بتبقى ضعيفه. فممكن تسد مجرى التنفس. في الحاله دي ايه اللي بيحصل؟ يحصل له اختناقات متكرره ولا قدر الله ممكن يحصل وفاه. تنصحيهم بايه بقى في هذا الاطار؟ انصحهم بايه؟ نبتدي نحاول مع نفسنا ان احنا نخس. طب هنخس ازاي؟ هنسهل لك. يعني زي ما انت بتفتح التلفزيون كده يقول لك ايه؟ اتصل بكذا تحصل على كذا. احنا كمان هنقول لك كده. عندنا ارقام موجوده على الشاشه، شركه محترمه اسمها بايو ناتشرالز. الشركه دي كل منتجاتها طبيعيه، مفيش منها اي حاجه فيها كيميكلز خالص. عامله منتج اسمه بيستا، عباره عن الياف طبيعيه، ثلاث الياف رئيسيه، سيليوم، رده القمح، والشوفان. اوكي. ظاهرين على الشاشه امام المشاهدين. كلها الياف. كلها الياف طبيعيه. الالياف دي من خصائصها انها بتنفش مع الميه، فاحنا طبعا بندوب الكيس على كوبايه ميه. العلبه بيبقى جواها مجموعه اكياس. بيبقى جواها مجموعه اكياس. أوكي. وبندوب الكيس على كوبايه الميه ونشربها قبل الوجبات بنص ساعه، قبل الثلاث وجبات بنص ساعه. طيب شربناها بيحصل ايه بقى؟ بيحصل ايه بقى؟ بتنفش في المعده، تملى المعده تماما. بالظبط كده، خلاص عارف انت ايه؟ تتليس كده بلغه الايه بتوع المحاره دول، عارف يقول لك يليس المعده. أيوة. هي كده خلاص. أوكي. ما انتش عايز تاكل غير حاجه بسيطه جدا 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 تدي لك احساسك بالشبع، ده اللي هو بقدر المساحه المتبقيه من ساعه المعده. بس كده، ما خلاص احنا ايه؟ مبلطين المعده. أيوة. خلاص. صحيح. صحيح. تمام. فاذا ايه اللي بيحصل؟ بناكل حاجه بسيطه قوي، هي دي اللي بتخليني اشعر بالشبع، وفي نفس الوقت ما احرمش نفسي حرمان تام. يعني نفسي راحت لحته بسبوسه، نفسي راحت لحاجه، يعني ما بقاش اللي هو الرجيم القاسي اللي الناس عاده بتخلع منه. يعني هناكل كل الاصناف اللي احنا بنحبها، بس الفرق ان احنا هناكلها بكميات قليلة. فبالتالي الكالوريز اللي احنا بناخدها قليله. وحلو ان انتوا كمان مش سايبينها لاراده الشخص، يعني لا احنا بنغصب الشخص. الاراده. أيوه. فشلت بقى. الاراده انتحرت. الاراده ماتت منتحره. ليه بقى؟ ليه؟ انت عندك المغريات. طبعا. عندك الشباب دلوقتي. طبعا. بينزلوا المولات وبينزلوا هنا. طبعا. وهنا ماشي ايس كريم وشي، يعني مش هتقدر تمنع ده. ساعات الواحد الناس دي من الاكل كتير، ممكن يبقى الواحد مثلا واكل وشبعان بس ماشي بس جنب تفاصل. مطعم معين فشم الريحه فيقف. أيوة. وينزل يضرب له اربع خمس سندوتشات. صحيح. وزي ما حضرتك قلت الشاورما يقول لك ايه؟ انا عايز 6 7 8. ايه 6 7 8؟ ما كل واحده من دول فيها لحمه البروتين. صحيح، هي لحمه بس عليها دهون. طبعا. ماشي، ما هياش اللحمه الستيك المشويه. كمان العيش، حضرتك كل ساندويتش عيش شوف انت داخل لك كالوريز قد ايه منه. صحيح. كربوهيدرات ونشويات. طيب بيستا بقى بيتاخد كم مره في اليوم؟ والفئات العمريه اللي ممكن يعني. بص اقول لحضرتك، انا والله احنا دايما بنقول من سن 13 سنه في الفيتامينز وفي بيستا وكده. ولكن انا من تجربتي مع المرضى في حالات اطفال، يعني لسه كان عندي حاله عندها 75 كيلو وزنها. السن قد ايه؟ السن بتاعها 11 سنه يا حبيبتي. ماشي. فطبعا. وهي مش طويله كمان، يعني هي طولها مش طويله. دي مش عايشه طفولتها. طبعا مش عايشه طفولتها خالص. مش عايزه اقول لحضرتك اول ما اتكلمت مع مامتها في ان احنا نخس، البنت قامت وقفت وقالت لي يعني يا دكتور انا هبقى رفيعه، انا هبقى حلوه. قلت لها انت هتبقي قمر وهتبقي احلى واحده في الفصل. شجعتها. دي لما هتاخد بقى البيستا هتلاقي نفسها هي مشكله البنت في الايه؟ في الاكل كتير. كل ما تخرج مع اصحابها او مثلا يخرجوها في المدرسه في البريك. طبعا. بتاكل اكل رهيب. احنا عموما كشعب معظم خروجاتنا اكلات. ما هو كده، احنا عندنا. طبعا. فعلا خروجات. طبعا. اكلات ده فعلا كده. فاذا البنت لما هتاخد البيستا، رغم انها اقل من 13 سنه، هي عمرها 11 سنه، لكن نصحتها تاخد البيستا عادي
لان الوزن كام؟ 75 كيلو. ودي فيها اشاره برضو كافيه لان المنتج امن فعلا لكل طبعاً الاعمار. طبعا طبعا، وانا مجرباه كمان في الاطفال عادي عادي جدا يعني. طب ده بالنسبه للاطفال، طب كبار السن وضعهم ايه؟ طبعا اصحاب الامراض المزمنه ما فيش اي مشكله نهائي. عندي مرضى كتير جدا على ضغط، على سكر، عندهم يعني ضغط وعلى أيوة. عندهم سكر، عندهم مشاكل في القلب، عندهم غده درقيه، كل الكلام ده برضو بياخدوا البيستا ما فيش اي مشكله خالص. طب ايه تاني على الالياف غير انها بتحسن كمان الهضم والامتصاص والكلام ده كله؟ بتحسن حركه القولون ووظيفه القولون، واحنا كلنا في مصر قولوننا وحش جدا. فالناس عندها قولون عصبي نتيجه بقى الطعميه والفول والفول من الطعميه والطعميه من الفول، واخد بال حضرتك؟ فتلاقي نفسك في الاخر الزيوت مبهدله لك القولون. هو بقى بيساعد هو القولون العصبي بتبقى دي مرجعيته؟ انا كنت متخيل ان هي ليها علاقه بس بالحاله المزاجيه لما الواحد ليها علاقه بالحاله المزاجيه، ولا هي اعراضها بتزيد لما تكون الحاله المزاجيه؟ هي لما انا بقى يعني هو أوكي. اعراضه موجوده بالحاله المزاجيه بس اديله بقى ايه طعميايه كده واتفرج عليه. طبعا يقعد بقى يتلوى بقى طول اليوم. وفي ناس انا شفت مره واحده عندها حاله قولون عصبي والله وقعت في الارض لدرجه اشتبهت انها صرع من كتر ما بتتلوى. يا ساتر. قلت لها انت كنت حاسه واعيه ومدركه، عايزه اتاكد ان دي مش صرع. من شده الالم عماله تصرخ، وقعت في الارض يعني. واعرفها كويس، حد اعرفه كويس يعني، مش هقول لك مريضه نفسيا أيوة ولا حاجه. فاذا نوبه القولون العصبي برده جامده قوي. برده البيستا حلو جدا في حالات القولون العصبي الحقيقه، بيهدي المعده عموما. طبعا بيهدي المعده والامعاء وبعدين والقولون وهو الياف، الالياف هي علاج القولون على فكره عموما. يعني ده ممكن بالمنطق يعني يكون كمان لطيف للناس اللي بتعاني من الامساك مثلا. طبعا برافو عليك. طالما احنا بنتكلم على المعده وتسليم المعده طبعا طبعا انا بدي المريض عنده رعاش، مش مريض واحد بياخد منه بصراحه، بيقول لي هو ده اللي بيظبط عندي الطبيعه، مفيش حاجه والله العظيم. وبيخلص يطلب تاني، يتصل يطلب تاني. أوكي. يعني فاذا بسم الله ما شاء الله هو فعلا حلو جدا في المرضى بتوع الامساك. فاحنا كده فتحنا للناس مش بس تخسيس، ده قولون عصبي والناس اللي عندها امساك والكلام، وكمان الناس على فكره اللي عندهم في عيلتهم قصص سرطان القولون، سرطان القولون كمان هو حلو جدا لانه الالياف بتحمي من سرطان القولون. طيب ايه تاني بقى؟ البست عليها الكروميوم وده بيزود الحرق. فاذا انا عملت المعادله الصعبه، اديت الياف وعليها كروميوم، يبقى احنا كده البست ده ممتاز وشرحنا طريقه ان احنا ناخده ازاي. طيب تعالي بقى نشوف الحاله اللي معانا اللي هنعرضها دلوقتي. تمام. الوضع معاها كان عامل ازاي؟ اتفضل. اتفضل يا فندم. قصتك مع بيستا وازاي ساعدك تخسي؟ انا اسمي ايه عاطف رجب، عمري 26 سنة، كنت 85 وبقيت 65. الموضوع كان صعب معايا جدا في الحركة، كنت مش بقدر امشي، رجلي كان الوزن تقيل عليها، ما كنتش بعرف اخد نفسي كويس، اللبس كان صعب جدا، ما كنتش بعرف البس في سني خالص، كنت حاسة ان انا بلبس لبس ماما يعني، الموضوع كان صعب قوي في اللبس. كنت بستخدم بيستا قبل الاكل بنص ساعة، ثلاث وجبات في اليوم، قبلها كنت بشرب الكوباية. لا طعمه ما كانش فيه اي مشكله خالص، بالعكس هو طعم التفاح فكان لذيذ يعني. ما كانش عندي اي حرمان من الاكل، كنت باكل عادي كل حاجه، بس هو اصلا كان بيسد الشهيه، كنت باكل اي حاجه بس قليل يعني، وجبات قليله. مبسوطه جدا، الحركه بتاعتي بقت خفيفه، بقيت قادره ان انا امشي براحتي، بقيت البس اللبس اللي انا عايزاه. بنصح اي حد عايز يخس في وقت قصير وبشكل صحي ان هو يستخدم بيستا. طيب دي كانت حالة آية. تعالي بقى نروح لدكتور إيمان بعد إذنك لأسئلة الناس اللي بعتوا لنا. من ضمنهم سلمى مصطفى بتقول أنا كنت بعاني من وزن زيادة ومشيت على نظام صحي وخسيت، بس كل ما بخرج عن النظام ده حتى ولو حاجة بسيطة بيرجع وزني يزيد مرة تانية، ومش عارفة إزاي أقدر أثبته. تمام. الحرق عندها وحش، لازم أول حاجة تحلل فيتامين دال والغدة الدرقية، عشان لو لقينا نقص فيتامين دال أو كسل في الغدة الدرقية نلحق نتصرف ونعوضهم. وبالتالي بيكون من خلال عين الدم، مش من خلال عين الدم. أوكي. وطبعا على فكرة لما الناس بتتصل بالأرقام اللي موجودة على الشاشة بيبقى عندنا البيستا مع حاجة تانية، منتج تاني مالتي فيتامين هنتكلم عنه دلوقتي، بيتعمل متابعة مجانية، ريجيم متابعة مجانية، وبينصحوها كمان لو في أي مشكلة صحية تتوجه فين، يعني تروح لدكتور. أوكي. غدد، تروح لدكتور بطنة، الكلام ده كله. طب ما احنا فيها برضو شيء بالشيء يذكر، طالما حضرتك تتكلمي انه في حاجه تانية غير البيستا. بالظبط. الحاجه الثانيه اللي هي الالب مالتي فيت. الالب مالتي فيت ده مجموعه فيتامينز مهمه جدا باعلى نسبه موجوده في منتج مصري في السوق المصري، مكون من مجموعه فيتامينز اللي هي اشهرها فيتامين ب،
فيتامين ب1 ب2 ب3 يعني العيله كانت 5 6 7 9 12 اوكي تمام. واحنا اتفقنا ان هو الراجل اللي سماهم حب ايه ينط حاجات في النص كده فهو براحته بقى بصراحه يعني. قطعتي عليا فرصه ان انا اسالك طب ليه ما فيش ب11؟ ايوه بالظبط كده. هو الراجل بقى ما بيحبش رقم 11 بيتشائم منه تقريبا. بس فيتامين بي دايما مهم ودايما بيتذكر اسمه طبعا طبعا. هقول لحضرتك فوائده. اول حاجه على المخ، هو طبعا بيحسن وظائف المخ وخلايا المخ كويس جدا، بيحسن التوصيل في المخ، بيحسن الطاقه انتاج الطاقه في الجسم، بيحسن وظائف كرات الدم الحمراء وتكوين كرات الدم الحمراء، مستخدم في حاجات كتيره جدا مهمه طبعا في الشعر والضوافر والكلام ده كله. ايه تاني غير الفيتامين بي؟ احنا اتكلمنا في الفيتامين بي كومبلكس، في حاجات تانيه اللي هي الزنك، النحاس، كالسيوم، كل حاجه بقى انت عايز تتكلم فيها هتلاقيها يعني موجوده في المنتج. كل العناصر المهمه اللي جسمي محتاجها كلها، سواء فيتامينز، معادن، كل الكلام ده. جميل. إيه طيب ايه تاني بحتاج اخد الاثنين دول مع بعض علشان ما يحصليش تساقط شعر، ما يحصليش اجهاد ارهاق، لان زي ما قلنا انتاج طاقه، كل دوت بيعمله الالب مالتي فيت. فاذا البيستا مع الالب مالتي فيت بنسميه كورس، وبناخده من الارقام الموجوده على الشاشه. بيتعمل متابعة مجانية أسبوعية لكل الحالات، مجانية تماما من قبل أخصائيين واستشاريين تغذية، وكمان بياخدوا هدية علبة فيتامين دي هدية. جميل. طيب السؤال اللي بعد كده من أستاذ إسلام محمود، يقول أنا عندي 27 سنة مدمن لل يعني مش عشان بقاش بس إعلان نوع معين من المياه الغازية. أوكي. حتى لونها اسود بالاماره بالظبط. اوكي تمام. وبيقول للاسف ده عامل لي بطن كبيره جدا طبعًا. رغم ان انا وزني مظبوط، فهل الكورس ده اقدر انزل من خلاله الوزن الزايد في منطقه البطن؟ طبعا اساسي ده، وطبعا نمنع خالص المشروبات الغازيه عشان نخس بسرعه. المفروض ان انا هبتدي البيستا بسرعه، لان البيستا زي ما بيحرق كل الدهون موجوده في الجسم بيتمركز كمان وبيشتغل على الحتت الموضعيه اكتر. طبعا. يعني ايه؟ يعني لما انا دلوقتي باخد الالياف دي، جسمي طبيعته ان هو بيتجه للحتت اللي فيها مخازن دهون زي الارداف والبطن. بالظبط كده. اكتر حتت في مصر اللي هي فيها الارداف والبطن يعني. فبيتوجه الحرق في الجسم اوتوماتيك الى المناطق اللي فيها مشكله موضعيه، سمنه موضعيه، فبالتالي هتنزل فورا. ولازم نبطل المشروبات الغازيه، لان الحقيقه بتعمل فعلا تكوين زياده للدهون، لانها فيها كميه كبيره جدا من السكر، يعني كانك بتشرب كوبايه سكر. دايما اسمع انا موضوع المياه الغازيه ان هي يعني بتزود الوزن جدا جدا. انا عن نفسي دليل على عدم صحه هذه المقوله، لان انا بشرب كميات وافره منها عمري ما وزني زاد نتيجتها. هقول لك حصلت كعبلات بقى في المعده نتيجتها. أيوة. هذا موضوع تاني، ما هتلاقي عامله لك مشاكل تانيه. اكيد اكيد طبعا, طبعًا. لكن يعني بس بقول لك على حته زياده الوزن لما فيها من سعرات عاليه. صحيح، هي فيها سعرات عاليه جدا، وكمان مش مشروبات الطاقه. مش مسبعه عندي ليه السعرات ومشروبات الطاقه خلي بالك كمان. في مشروبات الطاقه دي برضو فيها سكريات عاليه لدرجه ان الحوامل ممنوعين منها. ده مكتوب عليها ورنينج للحوامل. دايما في تحذيرات عموما مش بس للحوامل، لان طبعًا. هي مضره اكتر ما هي مفيده. طبعا، بس لما يقولوا للحامل ما تاخديهاش يبقى تقلق انت. طبعا. طب معلش الحامل احسن مني في ايه يعني؟ يبقى انا اكيد في خطوره. طبعا. يبقى انا ما اخدهاش لانها فيها كالوريز عاليه تاذي الحامل وتاذي البيبي، تعمل لي مشاكل جامدة. طيب تاني حاجة بقى موجودة برضو اللي هو القهوة إيه الخضراء. أوكي. الجرين كوفي. الجرين كوفي دي بتزود الحرق، ودي برضو ممكن السادة المشاهدين يتصلوا على نفس الرقم وعلى صفحة بايو بيستا يطلبوا برضو القهوة الخضراء. طيب رجوعا بقى للتفصيلة كنا بنتكلم فيها المتعلقة بالمياه الغازية، هل الكلام اللي حضرتك تفضلت بيه ينطبق كمان حتى على المشروبات اللي هي المياه الفوارة؟ المياه الفوارة حاجة تانية. المياه الفوارة حاجة تانية، لأن هي ما فيهاش كالوريز عالية. أوكي. اللي فيها التانية الشوجر، احنا مشكلتنا مع الشوجر. أوكي. مش الكربونيتد ووتر. لا. أوكي. الكربونيتد ووتر لا، ما فيش فيها مشكلة. طيب أخيرا بقى في سؤال من مريهان حسين، بتقول أنا سني 31 سنة، ولما كنت حامل جالي مية تحت الجلد، وحتى بعد ما خلفت ما نزلتش في وزني، فايه الحل؟ عندها احتباس ميه في الجسم. تمام. بص حضرتك، احتباس الميه في الجسم بينتج عن كذا حاجة. أول حاجة الخلل الهرموني في السيدات، تبص تلاقيها منفخة. يعني طبعا. في الحمل دايما يقول لك ايه، حتى احنا بالبلدي يقول لك ده هتجيب ولد عشان مناخيرها مش عارف. أيوة. بعجرت وحاجات غريبة كده. ايوه, أيوة بالظبط. فالانتفاخ اللي حاصل ده بيبقى احتباس مية اثناء الحمل. دي ممكن تمشي حاجة عادية، ولكن بعد الحمل المفروض كل ده بيفش.
أوكي. طيب لو ما نزلش الميه دي يبقى حضرتك بتاخدي حاجه من اتنين، يا اما الهرمونات لسه فيها خلل لازم تتوجه لدكتور نساء، او ان احنا يبقى عندنا مشكله تانية اللي هي ان هي طبعا بتشرب او بتاكل اكل فيه ملح كتير، سواء شوربه فيها ملح كتير، تقلل الملح تماما في اكلها. جميل. يعني حتى في جهاز اسمه الامبادي ده بيقيس لي الميه. فالميه في حاجه اسمها اكسترا سيلر وانترا سيلر، اللي هو جوه الخليه وخارج الخليه. أيوه. قصه كده بيبان قوي اذا كان عندها احتباس ولا لا. انصحها تعمل الامبادي وبرده تاخد البيستا لانه هينزل لها الميه دي فورا. جميل، بنستفيد وبنسعد بوجود حضرتك معانا دايما دكتوره ايمان، ونشوفك على خير يا رب دايما يا رب بإذن ان شاء الله دايما. واكيد بشكر كل حضراتكم على حسن متابعتكم لينا في حلقتنا النهارده، ونشوفكم على خير بكره باذن الرحمن، يوم جديد وحلقه جديده و10 الصبح بالاهلي. صباح الفل.